يعني بحب ارحب فيكم وارحب بالجمهور في اليوم الثاني من اعمال المؤتمر، مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالشراكة مع معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان جامعة بيرزيت. المؤتمر بعنوان المشروع الوطني الفلسطيني إعادة بناء أم تجديد. نستهل اليوم بجلسة تحت عنوان مقومات الخروج من المأزق، وراح يدير الجلسة علاء العزة. علاء هو أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية ورئيس دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبترك لك علاء تدير الجلسة، تفضل. شكرا جزيلا لنا، مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم في الجلسه الثالثه في مؤتمر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومعهد مواطن للدراسه الديمقراطيه في جامعه بيرزيت. حابب اعرف في البدايه على المتداخلين فابدا فيهم مع الاستاذ امير مكحول، هو باحث وكاتب فلسطيني وقيادي في فلسطين في الأراضي المحتلة عام 48، وهو أسير سابق. الأستاذة ياسمين قعدان، وهي طالبة في برنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت وباحثة في العلوم الاجتماعية. الأستاذة نادية أبو زاهر، باحثة فلسطينية وناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لها عدة كتب ودراسات، وتعمل أستاذة مساعدة في جامعة الاستقلال، كما عملت كذلك باحثة برلمانية وحازت على زمالة بحثية من مؤسسة مواطن، وهي عضو في الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة فالثينك للدراسات الاستراتيجية. وأنا محدثكم علاء العزة، عضو هيئة أكاديمية في جامعة بيرزيت. في الحقيقة بحسب الجدول السابق للمؤتمر كان مفترض أن أكون المتحدث رقم واحد، ولكن كون أنا بدير الجلسة بفكر أنه أفضل أن أكون آخر حدا. نبقي على الترتيب بنفس الطريقة، يعني بنفس الجدول، ياسمين ثم أمير ثم نادية ثم أنا. فممكن نطلب من ياسمين تكون مع، يعني تبلش في مداخلتها، وياسمين كما قلنا 20 دقيقة فما يعني أو أقل، على أساس إنه في جلسة تابعة لاحقة لهذه الجلسة، وهذا بينطبق يعني ومساء الخير مرة أخرى. أوكي. شكرا أستاذي. بداية بحب أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة مواطن على هذه الفرصة، ويعني الحقيقة هي مداخلة أنا شوي خايفة منها لأسباب، يعني أسباب متعددة، بتمنى إنه بعد ما أطرحها إنها تكون ممهدة لهدمها، لأنه هدمها هو أساسي في طرحها. هاي المداخلة بعنوان البينية المعلقة فلسطينياً وأزمة العبور نحو التحرر. هذا المقترح فعلياً يعني أتى من فكرة التعريف عن المؤتمر، من فكرة جملة استشراف الحلول المأمولة أو الممكنة، وبالتالي فأنا في هذه البينية المعلقة بحاول إنه أجاوب على أو أفهم عدم قدرتنا على استشراف الحلول المأمولة أو الممكنة في المشروع الوطني التحرري. فبالتالي هذا النص يدعي بأن هناك حالة تتمثل بالبينية المعلقة داخل المجتمع الفلسطيني، بالذات عن مشروع التحرر الوطني والعنف الثوري لفترة تمتد لما يقارب العقد والنصف، مع نهايات غير محددة للانتفاضة الثانية. إن استخدام مفهوم وحالة البينية يأتي من بدايات استخدامه مع الأنثروبولوجي أرلوند فان جنب وطقوس العبور في المجتمعات المختلفة، بعدين أو ثم اتسع هذا المفهوم التحليلي مع الانعطاف النظرية في الثمانينيات، بالذات في نظريات ما بعد الحداثة. فالحالة البينية تمتلك تبعاً ل التصورات المبعد حداثية إلها، تمتلك
حالة شوي سمات معقدة ومختلفة، وبتساعدنا على فهم بعض اللحظات الزمنية أو اللحظات اللي بتتشكل فيها سياقات متمفصلة مع بعض. فالمرحلة البينية هي مرحلة وسيطة تأتي بين مرحلتين ثابتتين. طبعاً أنا بحدد المرحلتين الثابتتين هنا بالوجود الاستعماري، وثم المرحلة الثابتة اللاحقة اللي هي تحرر من الاستعمار. بالتالي تتشكل البينية كمرحلة مقاومة وسيطة ما بين الوجود وما بين التحرر من الاستعمار. فهذه البينية التي تسمح بخلق معاني جديدة وخلق تقاطعات ثقافية ممكنة بين حدود أحياناً قد نظن أنها ثابتة، وبالتالي هي تسمح بتحليل متوسط ما بين البنية والفعل دون الوقوف عند أحدهما دون الآخر. فالصفات المحيرة في هذه الناحية بالذات عندما أناقش فيها موضوع السياق الفلسطيني في أنه هي أولاً تنطوي على حرية لا محدودة من التخلص من أي بنية اجتماعية، وبالتالي يظهر هنا إبداع وابتكار في أنواع المقاومة، ولكن بنفس الوقت هاي اللامركزية قد تخلق نوعاً من المواقف المزعجة لأنها تخفي المعايير الدائمة وتجعل هناك حالة من السخرية للرموز المقدسة، التشكيك بأي شكل من أشكال السلطة، تفكيكها وتخريبها، وبالتالي يظهر لدينا مفهوم الحرية والقلق مع بعضهما متزامنان مع بعضهما. وهذه الحرية والقلق متجاوران فعلياً قد يشكلان الأكثر خطورة، يعني الأكثر خطورة من ناحية فقدان الإطارات الاجتماعية بمجرد تداول العلامات دون نقاط مرجعية مستقرة وثابتة، والكل يعني يرجح أن هذه المرجعيات هي ممثلة لجمع أكبر أو لجمع وطني أكبر. فاستخدمت مفهوم البينية هنا كجزئين، كمفهوم قارئ وناقد ومفكك لتحولات الواقع الاجتماعي، وأيضاً كجزئية أن البينية نفسها هي ظاهرة، هي ظاهرة تخلق بوجودها بتموضعها في هذا الوسط معاني جديدة عن الاستعمار وعن المؤسسة وعن التحرر والحدود وعن تفكك النظم وتعدد المراكز وغيرها الكثير. كل هذه التساؤلات وضعتها بفكرة إنه المشروع السياسي الاجتماعي الفلسطيني اليوم في هذه الفترة المزعومة اللي أنا بزعمها بنهايات الانتفاضة الثانية تسمى بالبينية المعلقة، لأنها تتسم بصفة اللاسلم ولا حرب. بالتالي حالة اللاسلم ولا حرب تجعل من وجود الحدث وغيابه أو عدم اكتمال حضوره، تجعل من لحظات المرور السياسي سريعة ما بين السلم والحرب، وهذا المرور السياسي السريع أو الحدث السياسي الغير مكتمل في الحضور يجعل لدينا عدم ثبات عند أحدهما، فلا نثبت عند السلم ولا نثبت عند الحرب. طبعاً أنا بجادل وبركز على فكرة إنه كل إشكاليتي في هاي الورقة هو مش ثباتنا عند السلم، وإنما عدم وجود حالة من الحرب والمقاومة والعنف الثوري الموجه للاستعمار كفعل أساسي واتصالي للمرحلة الثابتة اللي هي بعد المرحلة البينية اللي هي مرحلة التحرر من الاستعمار، بالتالي مرحلة التخلص من الوجود المادي للاستعمار. وأنا أؤمن بأن هذه المرحلة فعلياً هي المرحلة الثابتة التي أدعيها كإجابة مسبقة على البينية، لأنه هاي المرحلة مرحلة الحرية تأتي من خلال تاريخ الاستعمار المنهزم والتربة المجتمعية التي تبقى رافضة له. ولكن بالرغم من كل ادعاءاتي بأنه إحنا لازم نستخدم كل المقومات في المرحلة البينية للمقاومة، لأنه أنا واضح أنه أنا عم بزعم أنه في عنا أزمة في عبور الحرية، يعني في عنا أزمة في العبور من هذه المرحلة الوسيطة إلى منطقة الحرية، إلى البنية الثابتة الأخرى اللي هي الحرية.
مفهوم الأزمة هون، مفهوم أزمة العبور يأتي من مفهوم الأزمة كتردد كما يستخدمها إدغار موران. فالأزمة كتردد تعني غياب يقين متزامن مع اضطراب، غياب اليقين والتزامن مع الاضطراب هنا يؤدي إلى فجوة، فجوة مزدوجة، فجوة في معرفتنا عن هاي الأزمة وفجوة في الواقع الاجتماعي نفسه الذي تظهر فيه هذه الأزمة. فموقع الأزمة في البينية المعلقة هنا يدخل أو يأتي من تداخل مركبات تغذي أزمة العبور، تغذي أزمة العبور وتسمح بإعادة إنتاجها وإعادة حضورها كأزمة بشكل متواصل نتيجة لتعطل في إعادة التنظيم وعدم وجود وسائل للرد. وهذه الأزمة تتعمق بشكل متسارع، وجميع الائتلافات والتشكلات التي تظهر خلالها تكون متسمة بصورة المؤقتية أو بصورة العشوائية. فعشان أو لحتى تتوضح صورة البينية المعلقة، أو لما أطلقت عليها أنا فكرة المعلقة، لأنه فعليا في مجموعة من المراحل والسياقات المفصلية اللي هي قد تسبق، وبالأكيد هي تسبق فترة اللي هي نهاية الانتفاضة الثانية، وهي فعليا لأنه جميع الأحداث في السياقات الفلسطينية أصبحت سياقات مركبة وطبقات متراكمة، الأحداث السياسية تبقي أثرها على الحاضر والزمن الفلسطيني المعاصر. وبالتالي من أجل نقاش كل الفكرة لمفهوم البينية المعلقة يستلزم أن أوضح بعض المفاصل التي أسهمت في إيجاد أزمة العبور نحو التحرر في البينية المعلقة. مجموعة المركبات هاي تأتي من دراسة مكثفة شوي، يمكن لازم أتوسع فيها أكثر، ولكن هي دراسة لمحاولات سابقة تتبعت وحللت السياقات المختلفة فلسطينيا، مثل يزيد صايغ، هنيدة غانم، أباهر السقا، عبد الرحيم الشيخ، أميرة سلمي، ليندا طبر، وعلاء العزة، إيليا زريق، جمال حويل، خالد عوضة الله، وطبعا الجهود المعرفية الكثيرة الكثيرة التي لا يعني لن أتمكن فعليا من إعطاء حق طرحها النظري في هذا الوقت القصير. ولكن هاي الأحداث التاريخية والسياقات التي تم نقاشها وتحليلها قبل محاولتي أنا فعلياً تبدأ أو بدأتها من الانزياح في البارادايم التحرري للمشروع الوطني الفلسطيني من سبعينيات القرن الماضي، ومحاولات البحث عن الدولة وغلبتها على الوطن، وصولاً طبعاً للقاسم القاضي لأوسلو والتفاوض والتنازل عن الكل من أجل جزء من الجزء، وخلق فرص كما قولت إدوارد سعيد، خلق فرص للاستعمار المتجدد في فلسطين. بالتالي انطلقنا من هذا المحور اللي هو المحور الانزياحي في البارادايم التحرري من السبعينيات والبحث عن الدولة، وصولاً لتعمق في التشوه الاستعماري والوقوع بفخ الدولة وترسيخ أدوات استعمارية أو ترسيخ أدوات استعارية استعمارية في الضبط والرقابة الداخلية، التي عمقت من أزمة التحرر وعمقت من أزمة ظهور الفاعلية في التحرر، وخطاب رسمي أو شبه رسمي منسحب ومشيطن للخيار العسكري ومكلل ببلاغات خطابية ولكن دون مواجهة فعلية للعنف الاستعماري. كل هذه الانزياحات وهذه التشوهات مترافقة أيضا مع نزعة نحو السلطة وأزمة في التمثيل الوطني وتغليب الحزبي على الوطني ومأزق الانقسام القاسم فلسطينيا، القاسم لكل أزمة الجمعي في التحول نحو الحرية نحو الحرية من الاستعمار. وكل ما سبق طبعاً أسس بالإضافة للمساهمات الاستعمارية وكل الانزياحات السياسية الفلسطينية أسس إلى ظهور الجزئيات الجغرافيات المشرذمة والمقطعة، ولكنها تبقى برغم شرذمتها وتقطيعها تبقى مقاومة ولكن بانفصالها عن بعضها البعض، وهذا أيضا يؤدي إلى تعميق أزمة العبور نحو الحرية.
وكمحور أساسي أناقش فيه اليوم في ابتعادنا عن العنف الثوري، هو محور أساسي جداً في خطابات متعددة ومتشابكة تطرح نفس الفكر الانسحابي من تحولات البطولة، تفكيك البطل لإنسان طبيعي دون وجود واقع طبيعي يعيش فيه هذا الإنسان، استدخال خطاب انهزامي يستحضر أثر هزيمة لصالح خلق أنسنة فلسطيني وقولبته ودخوله إلى قفص اللاعنف. وبالتالي أنا أحاول أن أفكك فكرة الانحباس في قفص اللاعنف اللي دخلنا إليه فلسطينياً بفعل هذه التركيبات. وللأسف التعلق بآليات مقاومة سلمية تعيش في حضن العنف الاستعماري، وبذات الوقت تخضع لاستمرار وتواصل مقابل للممارسات الاستعمارية العنيفة على الفلسطينيين دون حضور أي وسائل للرد بالعنف الثوري الفاعل. وفي الخاتمة ودون انفصال عن كل ما سبق والتأسيس له، واليوم يضفي عامل مهم في أزمة الحرية هو إعلاء التبريرات الاقتصادية على خطاب وجوب الحرب والتحرر. فجميع هذه التركيبات المتشابكة الملقية بأثرها على أزمة الحرية هي أساس لبنية مترسخة داخل هذا الفضاء البيني المعلق الذي يمنع من فكرة تخيلنا، أو يعني فكرة حتى إنه إحنا نطلع على حلول ممكنة مع تعمق كل هذه الخطابات الانهزامية على الفلسطيني اليوم. ولكن الجميل في فكرة طرح الفضاء البيني، وليش أنا فعلياً عم بطرحه، لأنه مثل ما عماله بقدم كل هاي التشابكات المركبة للبنى المختلفة للممارسات الاستعمارية للخطابات المنسحبة والانهزامية، لأنه أيضاً هو فضاء سامح للحركة وسامح للتشكيلات الاجتماعية والسياسية الجديدة، فهو فضاء حر ما بين بنية وفعل، ما بين عدم قدرة البنية على المساك به وقصفه نهائياً، وبذات الوقت هو فعل قد يبدو مأمول وقد يبدو باعث على يعني تأملنا في وضعنا السياسي الفلسطيني. وبالتالي في هذا الفضاء البيني المعلق تبعاً لتتبع الأحداث السياسية ما بعد الانتفاضة الثانية، يبقى هناك شواهد نافية ترفض قفص اللاعنف، وهذه الشواهد النافية تظهر الندية للفلسطيني، الندية الفلسطيني للاستعماري، وتهز الاستعمار، تهزه لو حتى بشكل مؤقت ومفصول، ولكن تجعل من هذا الخطاب الانهزامي ضعيف. وهذه الشواهد النافية تتمثل بالعمليات الفردية بعد الانتفاضة الثانية، هذه العمليات الفردية التي تعلي أحياناً من رفضها للتمثيل الوطني المنسحب، وكمثال عليه ثورة السكاكين والعمليات الفردية المختلفة التي حدثت بعد الانتفاضة الثانية. فجميع هذه المقاومة، جميع هذا الفعل المقاوم الذي تشكل على مدى هذه الأعوام يعطي اتساع في المأمول لمعاني التمرد والمقاومة والانتقال من أجل تهديم هذه البينية المعلقة والعبور نحو الحرية. ولكن للأسف لأن هذه بنية متشابكة شوي، مع بالرغم من ظهور الفعل فيها، لأنه في عنا بنية مقابلة أيضا تساهم في إطالة وإماطة هذه البينية المعلقة، تتشكل في الممارسات الاستعمارية. طبعا هي ممارسات استعمارية تتهجن مع الواقع السياسي في البينية المعلقة، بالتالي العنف المقابل لهذه العمليات الفردية يتم تفريغه على تجزيء مناطقي أو على إسقاط عائلي للانتماء اللي بينتمي له منفذو العمليات الفردية للمنطقة الجغرافية أو للعائلات اللي بينتموا لها. وهذا التجزيء المناطقي والعائلي للانتماء لمنفذي العمليات يساهم في جعل الفعل السياسي لا يتصل بشكل جمعي أكبر.
فالممارسة العقابية التي يمارسها الاستعمار ضد العمليات الفردية أيضا تساهم في عدم اكتمال الفعل المقاوم أو اكتمال حضور هذا الفعل المقاوم بشكل يجعله يتجه لحرب عنوانها العنف الثوري. فبالتالي كل التشكيل المطروحة للبنية والفعل في هذه البينية المعلقة فعليا تبقى عالقة للأسف في مخرجات، فعليا هي مخرجات لا يقينية. أنا أؤمن بأن المخرج اللي أنا بطلبه وبتمناه لمجتمعي هو مخرج الحرية، ولكن التشابكات اللي عم بتصير هي بتخلينا ما نعرف فعليا ما هو المخرج المحتمل لهذه البينية المعلقة، ولكن يبقى الوجود الاستعماري مرفوض، مرفوض لكل تربة المجتمعات التي تم استعمارها. وهذا هو السبب اللي بيجعلني آمن بأن الحرية هي المرحلة الثابتة القادمة، بالإضافة لأنه بالرغم من ترسخ الممارسات الاستعمارية وترسخ كل الخطابات التي تحدثت عنها بأنسنت الفلسطيني والخطابات الانسحابية من المشروع الثوري العنفي، إلا أن هناك في مجموعة من المقولات الفكرية التي تؤمن بانفجار الفاعلية بأي لحظة، والتي تؤسس لفكرة العلنية بأي لحظة وانتهاء الاختمار وانفجار الزمن الموقوت في داخل المجتمع الفلسطيني المستعمر. وفي النهاية بحب أشكر إضافات مهمة قدموا لي إياها أساتذتي لتطوير هاي الفكرة اللي أنا بتمنى إنها تنهدم، لأنه هدمها بيعني إنه إحنا رحنا لمحل أفضل. وهدول الأساتذة بداية من مجاوري في هذه الجلسة علاء العزة، ودكتور باهر السقا، دكتور عبد الرحيم الشيخ، ودكتور منير فخر الدين. وبتمنى كمان الإضافات اللي بترحها النقاش تكون مهمة لتطوير هذه الفكرة. وشكرا جميعا، شكرا على الاستماع. شكرا جزيلا ياسمين، شكرا للالتزام بالوقت. الزملاء أمير ونادية، أنا بس يعني بتنتبهوا، أنا ببعث الوقت البقاء، يعني قديش باقي وقت المداخلة على الشات على المحادثة، فعشان بضل متابع معكم الوقت للجميع. فشكرا مرة أخرى ياسمين، ونكمل المداخلة الثانية مع الأستاذ أمير. تفضل أمير، ممكن تفتح المايك أمير، الميكروفون. نعم. شكرا استاذ علاء، شكرا للجهات المنظمه لهذا المؤتمر الهام. اعتقد انه نحن في امس الحاجه الى نوع من الحوار المفتوح وليس المنتهي في مؤتمر، حوار مقرون بفعل وحوار يشمل كل مركبات الشعب الفلسطيني، لان المهام اصبحت يعني اصبحنا في نقطه كسر، اما نتقدم الى الامام واما نتراجع اكثر مما نحن في تراجع فيه. أنا اخترت موضوع المدى ومفهوم المدى لأنه شغلني من منطلقين، واحد من أمد طويل بمفهوم أنه علاقتنا نحن فلسطيني 48 أو الداخل مع العالم العربي المبتورة نوعا ما بسبب قصريا طبعا، والحاجة إذا هذا البعد الذي كان ينقصنا، والعلاقة مع الشعب العربي طبعاً وليس مع النظام العربي. الجانب الآخر الذي استحوذ على ذهني ولفت نظري في السجن كان هو الجيل الذي أطلق عليه جيل ما بعد الجدار، ومناهج أو سياسات التقسيم والسياسات التشرذم القسري والهندسة السياسية التجزئية التي تمارسها الاستخبارات الإسرائيلية واستخبارات السجون نيابة عنها في التعامل مع الأسرى كمرآة للشعب الفلسطيني، وأيضا في التعامل معهم كمجموعة مهمة وذات أثر في الشعب الفلسطيني.
وهذا لفت نظري كثير وبتحدث عنه بعد قليل. الجانب الآخر هو مفهوم الشعب الفلسطيني وتكامل الأدوار في داخل الشعب الفلسطيني، وفي نظرا للأزمة الحالية على مستوى القيادة، على مستوى الحلم، على مستوى الفعل السياسي، وهي ليست فقط أزمة قيادة وإنما أزمة في الثقافة السياسية قد تكون الفلسطينية، وأيضا في الفعل السياسي الفلسطيني، وهي عابرة للفصائل وعابرة للمؤسسات. الجانب الآخر هو مهم على تقديري أركز عليه لاحقا، هو أمر موضوع نموذج العمل الكياني في 48 وكيف ممكن الاستفادة منه على مستوى منظمة التحرير وعلى مستوى تنظيم السياسي الفلسطيني العام، وأيضا على التأكيد على أن المعركة ليست ميؤوسا منها رغم تراكم طبقات التيئيس التي الحالية، وهي القوى السياسية والقوى الثقافية والقوى الجديدة التي ممكن أن تكون قوى جديدة في الساحة الفلسطينية غير مستغلة لحد الآن. نقطة انطلاقي أيضا أنه نقطة الكسر الفلسطيني حاليا هي مدى شعور الشعب الفلسطيني أفراده وفي كافة مواقع تواجده وبالذات في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة الإنسان، بقيمة الحريات الديمقراطية، بقيمة الشعور بالحرية حتى يستطيع أن يحرر الإنسان أو يساهم في تحرير وطنه. وهذا الجانب الذي يقمع بدل ما أن يستفاد منه ويخلق نوع من الغربة بين القيادة والشعب، ويخلق نوع من الغربة أو التنافر بين القوى المعنية في التغيير وبين القوى التي تمسك في زمام السلطة سواء في هذا المكان أو في ذاك المكان. بدي أنطلق أيضا أنه في هناك حالات ثابتة أصبحت في الشعب الفلسطيني أو في المجتمع الفلسطيني، وهي أن خلق جيل كامل ما بعد الجدار، وهذا فاتنا على مستوى قيادات، فاتنا على مستوى مؤسسات، وفاتنا على مستوى جهاز تعليم. وباعتقادي أن ما رأيته أيضا، هذا انعكس أيضا في السجون، إنه الجيل الجديد من الأسرى، وهذا ما يعني اللي كان يلفت نظري كثير، هو وليس بالضرورة الشريحة يعني ممثل لكل المجتمع، لكن في هناك تراجع كبير جدا في مفهوم المدى. إذا كنا نحكي عن الانتفاضة الأولى أو عن لجنة التوجيه الوطني ما في السبعينات والثمانينات أو الانتفاضة الثانية، حتى كان هناك حديث عن ضفة غربية، عن تكامل مع الداخل وغيره، لكن اليوم أصبح في هناك في الإدراك الفلسطيني الناشئ وليس المجرب أكثر، في هناك إدراك أنه إحنا أصبحنا مجموعات أو عندنا هويات اللي حسب أمين معلوف الهويات القاتلة، هذه أنا، هذه المدينة وهذا ذاك المدينة، هذا المخيم وهذا ذاك المخيم. وأيضا مهم نرى أن الاستخبارات الإسرائيلية ومصلحة السجون حاولت أن تقسم السجون على أساس هذه الهويات، هوية قسم لنابلس، قسم لجنين، قسم للمخيم، قسم للمدينة، قسم لقلقيلية، قسم للقدس وغيرها. وهذا نوع من خلق أو إعادة إنتاج نموذج يعيد إنتاج نفسه بخلق نوع من النخب بالأساس تتمتع بوهم السلطة أو وهم الامتيازات، لكنها تبدأ في تطوير هذه المناحي في هويتها وفي تقسيم المدى الفلسطيني أكثر مما هو مجزأ. وباعتقادي أنه إسرائيل بحاجة ماسة لقوتها الرادعة طبعاً، وأيضا بحاجة استراتيجية ماسة للضعف الفلسطيني وللتشتت الفلسطيني ولتشتت الهوية الوطنية الفلسطينية إلى هويات صغيرة مجزأة لا تسعى إلى الحلم الكبير، فاقدة للحلم، وإنما تسعى للحديث عن معيشتها وحاجتها إلى المعيشة، ويصبح الجدار هو حدود إدراك أو حدود الوعي الجديد الذي يسعى الاستعمار الإسرائيلي إلى فرضه على الشعب الفلسطيني. وهذا قضية مهمة أحيانا أهم المواقف، يعني إسرائيل ليست مشغولة
في مدى الانتماء الفلسطيني إلى فلسطينيته، هذا ليس لا يشغلها. حين يفكر الاستعمار يفكر أنه كل الشعب الفلسطيني هو عدو، ويفكر أنه هذا الشعب يجب السيطرة عليه، يجب تنميط تفكيره، وليس مهما إذا كان تفكيره أو ولاءه السياسي لفلسطين أم لا. المهم أن يكون خاضعا لقواعد اللعبة الاستعمارية الاحتلالية التي تسيطر على الواقع الفلسطيني. الجانب الآخر من الجدار ومن ضيق المدى هو المدى السياسي، وبعتقد أنه في موازاة خلق جيل جديد بعد الجدار خلق أيضا جيل جديد كامل فلسطيني ما بعد الانقسام أو في ظل الانقسام الفلسطيني الكبير. وهذا الجيل قائم اليوم يعني يرى أن الانقسام أصبح نوع من كيانية في كيانين، اللي يولد نخب ويولد وعي ويولد سلوك سياسي. في الحركة الأسيرة كان واضح أنه يولد نوع من العدائية والعصبية القائمة على بالأساس على الاستثمار في 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 الآخر وليس في الجانب الاستعماري أو في البوصلة السياسية الحقيقية للشعب الفلسطيني التي هي بوصلة تحرره. ما نحن بصدد اليوم أعتقد أنه أيضا أن هناك كثير من الحديث عن إعادة المفاتيح وحل السلطة وبرامج مختلفة. أعتقد أن السلطة الفلسطينية كواقع أقوى من مؤسسيها، وهي أثبت من قرار مؤسسيها في الوضع الحالي، وهي مستقلة كأي كيان دولة في العالم، هو مستقل عمليا عن الطرف الذي يؤسسه أو يبنيه أو يكون الطرف الذي قاده في البداية. من هون بنطلق أنه الحلول المطروحة اليوم أو التفكير في الحلول وقضية مهمة في الرؤى المستقبلية للشعب، لكن أرى أنه إمكانيات طرح حل مع فعل سياسي فعلي غير الحل المطروح حالياً هي قضية صعبة جداً أو شبه مستحيلة. وليس يعني هذا أنه الحل المطروح دولياً اليوم أو عليه الشرعية الدولية هو حل سهل أو مقبول، لكن نحن لا ننظر إلى الحلول فقط في توازن القوى الحالي، وإنما في القوة التي نملكها وممكن أن نفعلها مستقبلاً. أعتقد أنه الطرف الوحيد الذي يملك القوة في الخارطة أن يغير هو الشعب الفلسطيني، وهو حاليا لا يملك كما يبدو محفزات التحرك في الواقع الحالي. وهناك تراجع في مسار التحرر، في قيم التحرر، وفي ثقة الشعب في قدرته نوعا ما على التحرك. يعني الشعب ليس بحاجة إلى نداءات أن يخرج للمقاومة لا السلمية ولا غير السلمية. الشعب بحاجة أو الناس بحاجة دائما إلى أجواء تتيح لها أن تخرج، أن تشعر بكرامتها، أن تشعر بأن هذه السلطة تمثلها، أن تشعر بأن هذا الوطن معالم الحل هي واضحة لها، وهي تتحرك حسب مزاجها وحسب اندفاعها ولا تنتظر النداءات، وإنما تنتظر الأجواء والأمل والتوقف عن قمع إرادتها بشكل القائم اليوم. الواقع الفلسطيني برأيي أنا اليوم هو واقع التراكم من طبقات الأزمة، والأولويات لو قدر لي أن أحددها لكنت بدأت في الأولويات الداخلية تجاه الشعب الفلسطيني، باتجاه الداخل الفلسطيني ككل، داخل الشعب الفلسطيني، وليس فقط في الحلول الكبيرة التي لا نملك القدرة اليوم في ضعفنا أن نمليها أو نجعل منها حراكا يحرج الطرف القوي المستعمر. الضعف لا يولد القوة بحد ذاته، لكن المسارات ممكنة في بناء الذات أو إعادة تجديد القوة المكمونة في الشعب الفلسطيني. وأنا في هذا الصدد أكثر أميل إلى في عنوان المؤتمر
إلى تجديد العمل الفلسطيني وليس إعادة بنائه، لأنه لو هدمنا القائم لن نستطيع أن نبني بدائل. يعني لو هدمنا منظمة التحرير اليوم أو كانت قدرة من هذا النوع، لن تقوم منظمة التحرير بديلة حتى رغم وضعها المأساوي والمترهل والسيء جدا. أنا باعتقادي أنه في وضع فيه الانقسام أقوى من القرار السياسي الفلسطيني، حتى لو جرت انتخابات لن تولد المخارج. الانتخابات قد تكون مساعدة في تطوير أو بلورة اصطفافات جديدة لو نجحت، لكن لا يبدو أنه الواقع يعني يتيح ذلك حاليا. لكن نجاحها لا يقاس في أنه تعطي مخرج من الأزمة ومخرج من الوضع الصعب. أيضا الوضع في داخل حركة فتح أعتقد هذا يهم كل الشعب الفلسطيني وليس أعضاء فقط الحركة. الوضع المتردي والمأساوي لهذه الحركة، وهو شبيه نوعا ما في حركات تحرر الوطن التي تتحول لأحزاب سياسية حاكمة في العالم، لكن عندنا حزب حاكم لكن بدون سيادي في للحكم نفسه. أعتقد أن هذا الوضع أقوى من القدرة السياسية الداخلية في هذه الحركة على أساس أهميتها أن تتجاوزه وأن تحله بقواها الذاتية. كانت هناك أمثلة في الفترة الأخيرة، يعني كان هناك قرار مثلا رفض الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، أو رفض أبو مازن للتطبيع وصدامه مع الأنظمة العربية بغض النظر عن تقييم ذلك له سياسيا أو دهاء سياسيا، لكن رفض مطال إملاءات ترامب ورفض إملاءات إسرائيل كانت قرارات مهمة. لن نجدها في المستقبل في الخام السياسي الموجود إذا ما كان هناك نوع من تغيير فيها، لكن لم تحظى بحماية شعبية هذه، لم تحظى بتحرك شعبي ولم يكترث إليها الشعب، وهذه مظاهر مهمة. لكن هناك مظاهر أخرى، يعني هناك اليوم عندنا أسير المضرب عن الطعام الأخرس ماهر الأخرس 90 يوم ويتعرض حياته للخطر، ولم تتحرك الناس فعليا. يعني نوعا ما في 48 في تحرك، وهذا نتحدث عنه لاحقا، لكن التحرك هو ضعيف جدا، وهو نوع من عدم الثقة في المنظومة السياسية وفي المناخ السياسي الموجود فلسطينيا في داخله. كذا الأمر بالنسبة لمسيرات العودة، كذا الأمر بالنسبة للحلاق في حينه في الشهيد الحلاق وغيره. هناك نوع من التراجع الكبير، وهذا يعود فقط. هيك أعطي مثال لمجموعة، كنت مجموعة بحثية أو مجموعة من الشباب الفلسطيني في السجون من جيل 18-22، العملية بسميهم جيل الجدار، أو نشأوا أو بلوروا وعيهم في جيل في فترة الجدار والانقسام. هناك شعور أو هناك وضع أنه أغلبية الأسرى أولاً جدد هم الفئات المسحوقة اجتماعية، ليس الفئات الميسورة الأغلب، وغالبيتهم لم يكملوا الدراسة وغالبيتهم عاطلين عن العمل، وهن يشبهون ما تحدث به الأخت ياسمين عن ثورة السكاكين أو انتفاضة السكاكين من ناحية الأشخاص. وهؤلاء حين نسألهم في مجموعات عمل يعني عن علاقات مع أبناء جيلهم أو بنات جيلهم في 48 أو في أطراف أو في القدس أو في أطراف أخرى من الضفة غير مكان سكناهم، كانت تقريبا الأجوبة بشكل تام قطيعة. وهؤلاء نوعا ما إلى حد كبير لا يعرفون حدود الوطن اليوم، ولا أبالغ، ولا يعرفون. وأسألهم مثلا، نسألهم مجموعة كنا ندير الجلسات، ما هو الأمر الذي يمكن أن يحفزك على القيام بعمل معين؟ ليش باللي أنت مسجون بسبب؟ كانت أغلب الأجوبة إنه إما الاعتداء على امرأة من قبل الجيش، أو موضوع الأقصى، الانتهاك المسجد الأقصى المبارك. وهذان كان العاملان، لكن ماذا مع فلسطين ككل؟ ماذا مع الهوية الفلسطينية ككل؟ تقريبا كانت الأجوبة بالإجماع إنه لم يكن هذاك هو المحرك. باعتقادي هذا المنتج
من أجواء انكسار الحلم الفلسطيني الذي جرى في أوسلو وما بعده من الانقسام وما بعده في الجدار خلق واقع أصعب مما نحن نتوقع. في الأمس كانت تحليلات واسعة وظلوا مهم جدا، لكن الواقع الميداني أصعب مما نتوقع فلسطينيا في تدارك الوضع القائم. لكن هذا يعني وضع قد يبدو ميؤوسا منه، لكن باعتقادي أنه لا يمكن، لا نملك حق اليأس في الواقع الفلسطيني، ولا نملك حق التراجع، ولا نملك حق التوقف. باعتقادي أنه ممكن نفكر في خسارة معركة أو خسارة معركة اللي هي جزء من مواجهة مفتوحة مع الواقع الاستعماري الفلسطيني لفلسطين، لكن لا نستطيع أن نفكر في خسارة استراتيجية أو خسارة فلسطين ككل في هذه المرحلة أو نستسلم. طبعاً هذه الأمور غير واردة في الحسبان. باعتقادي هناك في نقطة مهمة في العلاقة الاستفادة من مواطن قوة الشعب الفلسطيني. إحدى هذه المواطن هي الوضع في فلسطين 48 أو الجمعية العربية في الداخل، وهي مجموعة نسبياً المجموعة الأكثر تنظيماً بشكل طوعي في الشعب الفلسطيني غير منقسمي في مفهوم الانقسام الفلسطيني الواسع. في هناك مرجعية مشتركة اللي هي لجنة المتابعة العليا، وفي هناك كل الطائف السياسي متواجد فيها بدون استثناء، وهي مرجعية طوعية وليست ملزمة بالنهاية المطاف، لكن في التزام أخلاقي في المسار. وهناك لديها قواعد لعبة متعارف عليها في طبيعة النضال السياسي على الساحة الفلسطينية، على الساحة الداخلية، وعلى الساحة الإسرائيلية، وأيضا على الساحة العالمية. هذه المجموعة هناك اليوم نوع من العلاقة بين منظمة التحرير وهيئات السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة، ليس بمفهوم العضوية، وهذا قد يكون سؤالاً حول إعادة تأسيس منظمة التحرير أو بناء بتجديدها، لكن نوع من تقاسم الأدوار، تقاسم الأدوار في النضال الفلسطيني الواسع، تقاسم الأدوار في القضايا المهمة، وتقاسم أو تكامل الأدوار عملياً في كل موضوع يخص بشأن الفلسطيني، من اللاجئين للمناطق المحتلة في 67 إلى 48، وفي كل مكان في تواجد الشعب الفلسطيني أو تواجد القضية الفلسطينية. وهذا عامل مهم وممكن الاستفادة منه، أيضاً بسبب تعدد الأدوات وعدم المراهنة على أداة واحدة بالنضال الشعبي أو البرلماني أو الحقوقي أو الدولي أو المحلي. الجانب الآخر، هناك أيضاً تواصل مهم عم بيكون على المستوى الثقافي، على المستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو التزامن في الفعاليات أو فعاليات مشتركة فلسطينية في الداخل وفي 48 وفي الشتات، وهي قضايا مهمة كنماذج ممكن تكون للعمل الفلسطيني المشترك. الجانب الآخر الذي ممكن أن نطور عليه هو أو نفكر فيه في هذا السياق هو إعادة بناء أو إعادة تنظيم منظمة التحرير، ليس فقط على أساس الفصائل، لأن أساس الفصائل غير قادر أنه يتخلص من أزمة منظمة التحرير ومن أزمة السلطة الفلسطينية ولا من الانقسام. اعتقادي أنه هناك أهمية أن يكون إدخال عوامل جديدة، ليس إلغاء ما هو قائم، وإنما إدخال مثلاً الجانب الجغرافي لمواقع الشعب الفلسطيني تكون ذات أثر، ممكن في العضوية، ممكن في الحوار، ممكن يعني من ناحية قانونية تتجاوز الإشكاليات القانونية، لكن هناك حاجة لأن يكون آلية بنيوية للتنسيق والتكامل والعمل وإشراك كل أطراف الشعب الفلسطيني في القرار. هناك طاقة فلسطينية هائلة موجودة اليوم، وهي موزعة في شتى أنحاء العالم، وهي الطاقات قديش بعد معي وقت؟ أكل مدلف. طيب. وهي الطاقات العلمية والفنية والأكاديمية
المنتشرة في كافة أنحاء العالم، وهي تعتقد من أفضل السفراء والسفيرات لفلسطين في العالم، وهي تقوم بدور كبير جدا على مستوى الجامعات، على مستوى الشباب، على مستوى الفني، على مستوى عالمي. وأعتقد أن هذه الفئات يجب أن تجد تعبيرا عنها أيضا في المؤسسات القيادية الفلسطينية، في منظمة التحرير وغيرها، لأنه عدم الاستفادة منها لا يعني غيابها، لكن يعني إضعاف الهيئات الفلسطينية. أنهي وأقول في قضية أساسية، إنه الحالة الفلسطينية رغم حالة الرداءة العربية، نحن بحاجة، نملك أدوات قوة، ليس مكاننا للياس. يجب أن نعيد النظر في موضوع التضامن العالمي، نحن لا نتعامل معه بجدية، لا نتضامن مع غيرنا، ولا نستقبل التضامن بشكل كافي، ولا نتفاعل معه. وأيضا التضامن العالمي ممكن أن يكون ذا أثر فقط إذا كان الشعب الفلسطيني يناضل على أرض وطنه، على أرض ولا أرض وجوده، وأيضا من أجل قضيته. أعتقد قضيتنا عادي، لكن نضالنا اليوم مأزوم. ما نحن بحاجة إليه هو إعادة التفكير والانطلاق، وليس التوقف عن الانطلاق، وإنما الانطلاق من الطاقات الموجودة، من القدرات الموجودة. والمعركة ليست ما يؤسف منها، إسرائيل لا تتورع عن شيء، لكنها دائما علينا أن ندرك أنها لا تستطيع كل شيء، ولشعبنا هو طرف أساسي في القرار وفي صنع المستقبل. شكرا. شكرا جزيلا أمير. يعني أنا مستمتع، فعشان هيك أعطيتك يعني دقائق زيادة. أستاذة نادية، تتفضلي، وكمان بس أرجو الالتزام بالوقت، كونه في عندنا يعني جلسة إضافية ما بعد هاي الجلسة. المايك نادية، الميكروفون لو سمحتي. أوكي ماشي الحال. أول إشي سامعيني؟ إن شاء الله حلتزم بالوقت. بصراحة أنا دراستي حتكون عن تداعيات خيار حل السلطة الفلسطينية على المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين. باختصار يعني حتكون دراستي كلها إمبريكال، حاولنا من خلال أداة المقابلة جمع المعلومة، مش من خلال تحليل سياسي أو نظريات، إنما من الواقع، من الفيد، من الميدان. وباختصار هو كل من صارت إشي شغلة بسيطة هيك، أي إشي، أول تفكير الإعلام، الميديا كله، الحل للخروج من أزمة المشروع الوطني القائم على حل الدولتين لازم حل السلطة. فإحنا فكرنا شو بدنا نسوي. هلأ حل السلطة أنتوا بتعرفوا موضوع من زمان بينطرح، مش من اليوم. في ناس مع تحكي لك هذا سبيل له تداعيات إيجابية، وهذا بيؤدي إلى الخروج من أزمة المشروع الوطني، خلص وصل لحل أنه مأزوم، وضع مأزوم. وفي ناس قالت لا لا، يعني في له تداعيات سلبية عديدة. فمن أجل البحث أو نشوف كيف هذا الموضوع، بالموضوع حل السلطة، توجهنا للنخبة الفلسطينية عشان نشوف شو هالحكاية، نشوف تداعيات والرؤية المستقبلية لتداعيات حل السلطة. طبعا المنهج المستخدم بهاي الدراسة هو منهج اللي هو احدى المناهج المستقبلية، تقنية السيناريوهات اللي انا اعتمدتها. بصراحة انا يعني تفاجأت انه ما كانش في اتفاق لدى نخبة فتح اللي تمت مقابلتهم حول تعريفهم للمشروع الوطني. ملخصه كان واحد، يعني مجموعة بتشوف إنه المشروع الوطني إقامة الدولة المستقلة، عاصمتها القدس، هيك بيور القدس. في حد تاني إنه، أو رؤية أخرى بتشوف إنه الحال القائم، بس أوكي الدولتين القائمة حل الدولتين، إنه نقيم الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أما الرؤية الثالثة فاستغربت له إنه كان بيشوف أنه المشروع الوطني هو التزام بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة ذات السيادة
في يعني رأي آخر وكان بيعرف المشروع الوطني انطلاقاً من الحقوق المشروعة كشعب فلسطيني، مثل حق اللاجئين، حق تقرير المصير، حق العودة، بلا بلا. هلأ رغم هذا الاختلاف بالرؤية بين نخبة فتح، بس كان في عندهم تقريباً شبه إجماع بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني، يعني نحل الدولتين. فواضح من خلال المقابلات أنه ما كان عندهم بديل لحركة فتح عن الاستمرار في المشروع الوطني القائم على حل الدولتين، حتى أنه بالاجتماع الأمناء العامين للفصائل، ففي البيان اللي عملوه اللي صدر عنهم، يعني أنا حصلت على نسخة منه، كان برضو نفس الإشي، أكد البيان أنه الاستمرار في المشروع الوطني الفلسطيني السعي على تحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس. باختصار أنه التعريفات كانت لحركة فتح أوكي مختلفة بالنسبة لشو بعرف المشروع الوطني، بس كان هناك إجماع على أنه لا بديل للمشروع الوطني عن حل الدولتين. هلا أنا اللي استغربت لي أنه في كان تمييز، يعني في عندنا شوية تمييز ما بين كيف بالمفاهيم أو استخدام المفاهيم. هم شايفين بصراحة أنه في فرق ما بين حل سلطة، ما بين تسليم مفاتيح سلطة، ما بين انهيار سلطة. طب أنا لما سألت طب شو الفرق؟ هلأ حل السلطة برأيهم أنه تسليم كل شيء، حل كل مؤسسات السلطة، حتى مش حيتبقى موظفون على رأس عملهم، حتى الوظائف، حتى فوضى عاربة. بالنسبة لتسليم المفاتيح السلطة، إما من نسلمها للإحتلال أو من نسلمها للأمم المتحدة، بس الفرق اللي شافوه بالنسبة لحل وتسليم أنه حيكون عندنا، مش هتصير فوضى عارمي، حيبقى الموظفون على رأس عملهم. أما بالنسبة لمفهوم الانهيار بالنسبة لهم، حيكون أنه ولا مرة بالنسبة ليجي حدا فلسطيني يجرؤ أنه يحل السلطة، بس حيكون بفعل احتلال، يعني إشي خارج عن إرادة النخب الفلسطينية، فيكون يعني تسعى له الاحتلال أو بفعل احتلال. فهدول الثلاث مفاهيم اللي أنا لفتوا نظري. هلا طب بدنا نعرف شو التداعيات حل السلطة على المشروع الوطني، من اوكي شو وجهة نظركم عن الموضوع؟ هلا ليش ما بدكم تحلوا السلطة وتسلموا مفاتيحها، بلا بلا. التداعيات او يعني الكونكلوجن اللي خلصت منها من خلال المقابلات، اول إشي انه الموظفون، يعني موظفون السلطة ربما 100,000 او اكثر، سيصبوا غضبهم على فتح. طب ماشي اوكي، طب شو علاقته بالمشروع الوطني؟ هذا هيحمل مشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين فشلوا المسؤوليه هيحملوها لفتح، فهيصبوا جام غضبهم على فتح. هاي احدى التداعيات السلبيه على المشروع لحل السلطه على المشروع الوطني. اثنين، انه كانوا شايفين إشي له علاقه حماس. طب شو لها علاقه؟ انه شايفين انه مجرد ما انه حلينا السلطه، هذا حيثبت فشل رؤية فتح بمشروعها الوطني القائم على حل الدولتين. طب أوكي شو علاقته بحماس؟ هذا حيعني انتصار رؤية حماس وفشل رؤية فتح، فلهيك مش هنقدم على حل السلطة. إشي ثالث، وهذا إشي لفت نظري كثير، إنه هذا حل السلطة هذا مكتسب، إشي مكتسب إجا مش بين يوم وليلي، عبر سنوات دم وتضحيات ونضال. فحتى انه حصلنا شرعيه دوليه على للسلطه، للشرعيه او قرارات شرعيه دوليه، فمش سهل تتخلى عن هيك مكتسبات. فمن تداعيات حل السلطه معناته انك بتتخلى عن حقوقك، إشي مكتسب له. هلا هذا الكلام كان بشوف جانب كثير من النخبه، انه هذا اساسا حيؤدي لوجود فلسطينيين فيش لهم كيان، خلينا نحكي، حيؤدي الى وجود فلسطينيين متناثرين شوي بال48 شوي برا شوي هون، بدون عناوين ثابتة أو عنوان ثابت. فكان السلطة وكأنه هذا العنوان اللي بيجمعهم. فهذا
حيحقق للمشروع هدف الاحتلال. هدف الاحتلال ما يكونش للفلسطينيين كيان، هاي من التداعيات الأخرى على لحل السلطة على المشروع الوطني الفلسطيني واللي أكدوها. هلأ طب الرؤية المستقبلية، طب كيف شايفين الرؤية المستقبلية للمشروع الوطني الفلسطيني؟ طبعا كان يعني شبه إجماع، خلينا نقول إجماع، أنه نرفض حل السلطة. ليه؟ لتداعياتها السلبية اللي حكيناها سابقا. طيب طب شو بالنسبة لتبني مشروع وطني آخر بديل في ظل المأزق اللي وصلت له حل الدولتين؟ طيب يعني هل ممكن تروحوا لخيار حل الدولة الواحدة؟ هذا كان سؤال موجه له. طبعا الرؤية المستقبلية ولا مرة إنه كان في تبني لرؤية حل الدولة الواحدة، فكان رد قاطع منهم. هلا يعني طب حاولنا نشوف حسب تقنية المستقبل أنه أي أحداث داخلية بتصير، أي أحداث معينة ممكن تأثر أو بتغير في المشروع الوطني القائم حل الدولتين. طب في حال وفاة أبو مازن، في حال صار إشي تغير الرئيس، هل ممكن يرتبط أو يتغير المستقبل المشروع الوطني أو يتغير القائم حل الدولتين؟ فكان الرد أنه no way، المشروع الوطني ما بيرتبط بأشخاص. بعدين يعني كان الرؤية المستقبلية أو السيناريو اللي رجحته نخبة فتح كأنه بقاء الوضع على ما هو عليه، الاستمرار بمشروع القائم حل الدولتين بالمرة، ما حنطرح خيار حل السلطة، بس ممكن أوكي منغير وظائفها للسلطة. فهذا هو اللي كان كتير بركزوا عليه، إنه تغيير وظائف السلطة، ما حتضل السلطة بس تدفع رواتب، تلم نفايات، بلا بلا، تكون هاوس كيبر. هلا طب ليش يا نخبة فتح، أنا بدي أعرف أشوف منكم ليه رافضين مبررات رفض الحل الدولي الواحدة، مع إنه كتير ناس بتدعمه وبتأيده. فكان عندنا الردود أنا جمعتها بأربع شغلات. الشغلة الأولى إنه المشروع الوطني القائم على حل الدولتين أنه هذا انسجم مع الشرعية الدولية، فمش سهل أنك تجيب مشروع وطني منسجم بشرعية ودولية أو تأيد الشرعية الدولية زي ما حظي فيه حل الدولتين. الشيء الثاني أنه كان بيعتبروا أنه أنت خسرت منجزاتك اللي حققتها على الأرض واللي حققها الشعب الفلسطيني، خسرت كل الإشي اللي حققته من قرارات دولية بالنسبة لحل الدولتين. أهم إشي لفت نظري إنه ليش رافضين إنه حل الدولة الواحدة، بقولك إحنا إذا بنستبدل المشروع الوطني القائم على حل الدولتين لمشروع آخر قائم على حل دولة واحدة، معناته كأننا من استبدل أو من مشروع قائم على حقوق وطنية وتاريخية وسياسية بتدعمها قرارات شرعية دولية بآخر يعني بسعى للبحث عن حقوق المدنية والدينية في ظل دولة بالأكيد حتكون دولة أبرتهايد، فبتميز ضد الفلسطينيين، بدل ما نكون منطالب بحق العودة وحق تقرير المصير وحق، حيكون بنطالب في حقوق، إحنا منا مساواة مع اليهود، منا حقوق دينية بدنا. فهذا كان كتير لافت للطرح اللي انطرح من أجوبة النخبة. فباختصار انه بيخرجنا من حكاية حق تقرير المصير لحكاية حقوق مواطن، يعني بمعنى اخر حجمنا الحقوق الوطنية والتاريخية وكل اشي والسياسية، واستبدلناها بحقوق مدنية، تحديدا يعني الحق تقرير المصير ركزوا لي كتير عليه. يعني طيب تقنية سيناريوهات بدنا نشوف، يعني برأيي انه احداث كثيره ممكن صارت، بس هاي ولا مره انه ممكن كانت ادت لحل السلطه، وهي كانت اصعب من قرار الضم او اكثر من هاي الاشياء اللي كان ممكن وفق تقنيه السيناريوهات ان تؤدي الى حل السلطه ولم يتم حل السلطه. مثلا عندك بال2002 عمليه السور الواقي لما تم احتلال، اعاده احتلال المدن. A الإشي الثاني رابين وعرفات لما تم، هم الشخصين اللي وقعوا الاتفاق تم قتلهم، كتير ناس توقعت حينهار المشروع القائم حل الدولتين أو تنحل السلطة وما انحلت. بناء الجدار قضى على حلم حل الدولتين بس ما انحلت. الانقسام اللي صار برضو ما حلها. طب المستوطنات، ما هي بلعت البلد،
مع هيك ما حلها. قرار ترامب بال 2017 انه نقل السفاره للقدس مع هيك ما حلها. قرار الضم اللي هو كان اخيرا وقرار الضم ما حلها، ما حل السلطه. من الاخر انه يعني بصراحه حل السلطه، يعني انا بشوف انه فيش امل لحل السلطه او فيش توجه، خليني احكي انه لدى النخبة أو رؤية مستقبلية باتجاه حل السلطة، وفيش توجه للنخبة الفلسطينية باتجاه حل الدولة الواحدة. فأنا بشوف أنه من أبرز التوصيات اللي لهي الدراسة أنه لازم أنه ننطلق، بكفيش نستند لتحليلات سياسية وأراء، حلو نستند إلها، بس حلو نروح للفيلد وناخد منه، نستخدم تقنيات منهجية. كمان أنا بشوف أنه لازم أنه تحاول نخب فتح شوي أكثر تهتم في تعريفها للمشروع الوطني الفلسطيني، لأنه على ما يبدو فيش إجماع شو كل واحد يعني بيعرف المشروع شكل. الإشي الثالث أنه أنا لاحظت خلال هاي الدراسة، إجراء الدراسة، أنه ما يطرح من بدائل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين، بصراحة يؤسفني أني أحكي أنه يتساوق مع دراسات أنا قرأتها بالمراكز الإسرائيلية ومراكز غربية. فبكفينا عدد أنه بكفي طرح أفكار أساساً تتساوق مع الفكر الغربي والإسرائيلي. يعني من الأول كان حل الدولتين ما كانت فكر فلسطيني، بعدين صارت تحولت لفكر فلسطيني، بعدين هلأ بيحكوا حل دولة واحدة. فشوي أنا بشوف أنه ينبغي الحذر. كمان أنا بشوف أنه لازم أنه يعني نستند شوي للأبروتش اللي حكى عنه الدكتور أمير، إنه ما نعتمد فقط الأبروتش اللي هو من أعلى لأسفل، شوي نركز شوي من أسفل لأعلى، لأنه التغييرات بكل العالم ولا مرة استندت من أعلى لأسفل. أي تغيير حقيقي، وأنا بحكي حقيقي، كان بيستند من أسفل لأعلى. كمان أنا بشوف إنه لازم إنه يعني بما يتعلق بحل الدولتين، إنه بالنهاية لهذا العرض إنه وفق تقنية السيناريوهات، إنه حدث معين، يعني كل ما يصير حدث معين بصراحة بروح بقوله من نحل السلطة، من نحل السلطة. فتلاقي الصحف والكتابات الأبحاث المؤتمرات تدعو لحل السلطة. فتطور أي حدث معين زيه خيار الضم ما عم بغير وجهة النخب. لا أنا بحكي نخبة فتح هنا عشان دراستي عن نخبة فتح، بس على ما يبدو من خلال اجتماع الأمناء برضو، كمان اجتماع الأمناء ما كان عم بغير رؤية حل الدولتين. كمان تطور أحداث سابقة ما غيرته. فتغير المشروع الدولتين بالنهاية بشوف إنه ما بتعلق بالأساس بإشي بتعلق من up to down، إشي بتعلق من الأسفل لأعلى. وبشكركم في النهاية، وأتمنى إني ما كنت أطلت، حاولت أختصر وكتير بالورقة. إلى الورقة بصراحة كانت يعني كتير فيها مقابلاتها كتير كانت غنية وثرية، بس حاولت أختصرها كاملة. وكأنه استاك يعني دكتور جورج أكمان كان حاكي مرة إنه المشروع الوطني في دائرة، دائرة تحول المشروع الوطني. فيبدو إنه إحنا استاك عند المرحلة الرابعة، عم بيحاولوا يرجعونا لمرحلة تانية من المراحل اللي حكى عنها جورج أكمان دكتوري أستاذي، بس إنه يبدو إنه إحنا استك هنا ومش عم نخرج المشروع الوطني. فأتمنى إني أكون وصلت الفكرة كاملة من خلال هذه الورقة. شكرا جزيلا يا يعطيك ألف عافية عن المداخلة. شكرا جزيلا للمتداخلين السابقين، لا أمير ولا ياسمين. أنا بدي أسمح لحالي أبلش في مداخلتي. مرة تانية أنا اسمي علاء العزة وبدرس بجامعة دير زيت. مداخلتي هي مرتبطة مع مشروع بحثي منقوم فيه في معهد مواطن لدراسة الديمقراطية،
وهذا المشروع حول التعاونيات الزراعية تحديداً في هذه اللحظة وأهميتها وسياقها. بدي أبلش مداخلتي بعنوان أو عنوانها مرتبط مع أو أنا بسميه إعادة الشرط الاجتماعي أو إعادة الاقتصاد إلى شرطه الاجتماعي. ورح أبلش من يعني مشهدين يبدو لي قريبات وبنفس الوقت متناقضات. المشهد الأول هو خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في 2014 اللي بقول فيه اللي بذكر فيه أنا بتحدث عن عمليات الهدم ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ولكن في نفس الخطاب نفسه في نفس الجملة يذكر مرتين في ما بين يعني في جملة واحدة القطاع الخاص وأهميته ونشاط القطاع الخاص. مرة بقول نشاط القطاع الخاص ومرة بقول المشاريع الزراعية والصناعية والإسكانية من قبل القطاع الخاص. هاي المشهد. والمشهد الثاني هو مداخلة الرئيس محمود عباس أيضا في مؤتمر حركة فتح السابع في العقد في رام الله. وفي المؤتمر بيحكي جملة عابرة بقول إحنا ضرورة دعم التعاونيات لأن التعاونيات مهمة، ومن ثم بنتقل لضرورة التركيز على الاقتصاد الصناعي المنتج، ويعبر أيضا على عن عدم إعجابه بمشروعات الإنشاء والإسكان أو الإنشاءات والإسكان اللي موجودة في مدينة رام الله. بالنسبة لي هذول المشهدين هم أساس التفكير في موقع الاقتصاد في أو قراءة الاقتصاد في المشروع السياسي الفلسطيني. وسأنطلق من فكرة أساسية وهي وجود كم هائل من الأدبيات في نقد الاقتصاد السياسي الفلسطيني. أنا باعتقادي بأنه هاي الكم من الأدبيات اللي ظهرت من أواخر أو من بداية الألفينات في التحليل الواقع السياسي الفلسطيني من عيون الاقتصاد السياسي لا تكمن مشكلتها في تحليل السياسات وأثرها على البنية الاجتماعية من طبقات اجتماعية وشرائح، ولا علاقتها بالبنية الاستعمارية الاستيطانية، وإنما تكمن أزمة هذا النوع من الأدبيات أنها تستند إلى افتراض يبدو كون الطابع ويبتعد عن الخصوصية المحلية على هذا المستوى. والمستوى الثاني أن هذا النقد إلى حد ما يعتمد أداة مفاهيمية أصبحت تعني كل شيء وبالتالي أصبحت لا تعني شيئا بالنسبة لنا في حقول العلوم الاجتماعية كأداة تحليل، لا تعني شيئاً كأداة تحليل. وأنا أقصد هنا سيطرة مفهوم النيوليبرالية على التحليل وسحب هذا النموذج التحليلي من سياقات عالمية الطابع وإسقاطها على الواقع الفلسطيني. بكلمات ثانية يبدو أنه استخدام مفهوم النيوليبرالية كمفهوم تحليلي في نقد الاقتصاد السياسي الفلسطيني ارتبط بنموذج انهيار دولة الرفاه وغياب الدولة عن او تغيير الدولة ابعادها عن يعني ابعاد سلطتها عن الاقتصاد وتدخلها في الاقتصاد. السؤال اللي بيطرح حاله انه هذا المفهوم المجرد للدولة في الاقتصاد العالمي يصبح بداله النموذج الاقتصادي اللي ممكن تسميته بالنموذج النيوكلاسيكي والتعامل مع السوق باعتبارها الآلية المثلى لتنظيم النشاط الاقتصادي والإنتاج. السؤال المطروح محليا هو هل هناك دولة فلسطينية أو هل كان هناك دولة فلسطينية من أجل الادعاء بأن هناك تحول من حالة نموذج رفاهي أو نموذج دولة رفاه أو نموذج على الأقل هناك تدخل الدولة في الاقتصاد إلى نموذج نيوليبرالي في الاقتصاد.
السؤال في هذه الإجابة أمامنا واضح بالمعنى التاريخي. لم يكن في الأراضي المحتلة أي مؤسسة تشبه مؤسسات الدولة، ولا كان اقتصاد أو مجتمع خاضع للسلطة الاستعمارية مباشرة، وبالتالي يعاد تنظيمه اقتصاديا بالشكل الذي تحتاجه الدولة الاستعمارية. إذا السؤال هنا، إذا هناك غياب للدولة، على ماذا حدث التحول؟ ولكن من أجل الوصول لفهم على ماذا حدث التحول على في موقع الاقتصاد في الممارسة السياسية الفلسطينية، أعتقد أنه من الضروري أن نفكر في التحول، ماذا يحدث الآن، أو التوصيفات على الحالة الفلسطينية. أنا أعتقد من البداية بأن تشكيل السلطة الفلسطينية بحد ذاته جاء في لحظة انهيار أيديولوجي وسيطرة أيديولوجيا السوق، بالتالي صنعت السلطة الفلسطينية على أساس الاقتصاد النيوكلاسيكي. ولكن مع خصوصيات الحالة الفلسطينية يبدو أننا مررنا بمرحلتين أساسيتين للحديث عن الاقتصاد. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الانتفاضة الثانية، أو مرحلة الرئيس الراحل أبو عمار في الأراضي المحتلة. وامتاز هنا الاقتصاد بأنه، أو بداية تشكيل السلطة الفلسطينية، لم يعطى الاقتصاد أهمية، وإنما تم التعامل معه باعتباره قضية ملحقة للسياسي تحديدا. ملحقة للسياسي بحيث أصبحت البنية الاقتصادية السائدة تعتمد على منظومتي الأبوية والاحتكار، حيث أن سياسات السيطرة التي احتاجتها السلطة الناشئة على المجتمع كانت تتطلب عملية توزيع الأعطيات والهبات لضمان سيطرة على مفاصل الحكم السياسي. إذن على هذا، على الجانب العلاقة مع العملية، تمت مع السلطة السياسية، وتمت عملية بناء جملة من الاحتكارات أو الامتيازات، بأغلبها في لحظة من اللحظات تم إعطائها لرأس مال الشتات اللي يعتبر أنه مساهم أو ساهم في تاريخ منظمة التحرير. وكان الإدعاء في نفس الوقت أننا نتحدث عن سوق تنافسي حر، يعني هذا المفترض. ولكن في ذات الفترة أيضا أصبح هناك، يعني الأغلب النشاط الاقتصادي هو عملية استمرار لمرحلة ما قبل السلطة الفلسطينية، بحيث أن أصبح الفرق أن هناك وكيل تجاري فلسطيني بأغلبه للبضائع الفلسطينية، للبضائع الأجنبية والإسرائيلية. ازدادت عمليات الاحتكار من خلال، يعني، الشراكة الواضحة ما بين رأس المال والشخصيات المركزية النافذة في السلطة في تلك اللحظات. بالمقابل كان هناك اعتماد كامل على الدعم الدولي لسد نفقات السلطة ودعم البيروقراطية الموجودة، وأصبحت وصفات البنك الدولي هي الأساس لعملية النظر إلى العملية الإنتاجية. ولكن وصفات البنك الدولي بحد ذاتها هي ليست وصفات كاملة، وإنما يتم توليفها بحيث أن الهدف الأساسي ليس العملية الاقتصادية، وإنما بالأساس ضمان الاستقرار. في المرحلة الثانية، هي مرحلة ما بعد الرئيس عرفات، أو ما ممكن تسميته بمرحلة مأسسة السوق. مرحلة مأسسة السوق يمكن النظر إليها باعتبار، يعني، تحول أيديولوجيا اقتصاد السوق إلى نصوص دستورية. مثلا في مسودة الدستور الفلسطيني يقول بأن النظام الاقتصادي الفلسطيني يقوم على مبادئ الاقتصاد الحر. هذه الدسترة لم يكن الهدف منها في الحقيقة لا الدسترة ولا تحويلها إلى خطاب الشفافية والمحاسبة وإعلان الموازنة، لم تكن في الحقيقة هي، يعني، كانت جزء من أيديولوجيا اقتصاد السوق على المستوى البلاغي، ولكن في الواقع هي كانت يعني استغلال سياسي، وتحديدا محاولة، يعني، السيطرة على قدرة الأب الرئيس أبو عمار على توزيع الأموال والسيطرة على، وتحديدا في اللحظة اللي تم استخدام فيها جزء من أموال السلطة الفلسطينية للعمل الكفاحي في الانتفاضة الثانية. بالتالي أصبحت أيديولوجيا السوق أداة تكبيرية جديدة، ولكن مغلفة بخطاب أو بلاغة
تعتقد بأن كما سماها بعض الباحثين أو صبحي سمول و آسف كما سميت بالنيوليبرالية باعتبارها تحررا. إذا نرى أن الأيديولوجيا الاقتصادية النيوكلاسيكية كانت سائدة مع خصوصيات الحالة الفلسطينية التي تسعى إلى بقاء الاستقرار لا السلطة الفلسطينية باعتبارها فهي اللحظة هي الأداة الحامية لمنع أو الوسيلة اللي يمكن منع فيها تفجر أي عمل انتفاضة الاحتلال. نرى مثلا توصيفات البنك الدولي حول مستقبل الدولة الفلسطينية الذي يعتمد على التجارة بحيث تصبح السلعة هي سلعة أرخص بالمقابل الاستفادة من الأسعار العالمية للمنتجين. أي النظر إلى موقعنا كفلسطينيين باعتبارنا جزء من عالم يستوي فيه الملعب بين المتنافسين دون أي اعتبار لعلاقات القوة والأبعاد البنيوية لإعاقة وجود اقتصاد وطني خاضع يعني تحديداً خاضع تحت الاحتلال. نرى ذلك مثلاً في جملة البلاغات المرتبطة بمفاهيم زي تحقيق الأمن، خلق بيئات استثمارية مناسبة، الإنفاق العام، تحوير على فهمنا لمعنى المجتمع من فهم من مفاهيم الطبقات الشعبية أو المهمشين أو الطبقة العاملة، لا مفاهيم جديدة كالفقراء وذوي الدخل، تحول مفاهيم العدالة الاجتماعية لعملية حماية اجتماعية. إذا نرى هذا التحول، لكن أنا هذه التوصيفات التحويل مشكلتها أننا أمام معضلة أو معضلة تقوم على تحويل الفلسطيني بشكل واضح إلى ما وصفوه المنظري الاقتصاد أو آدم سميث تحديداً بالذات الاقتصادية أو الهومو إيكونوميكس الإنسان الاقتصادي الذي تحركه العقلانية المرتبطة بالعرض والطلب السوقي وتحقيق أكبر المنافع الذاتية في عملية تنافسية لا اجتماعية. السؤال إذا ما كانت هذا الوصف النقدي لحال لموقع الاقتصاد في السياق الفلسطيني هو الأساس، يبقى لنا السؤال وفي ظل أنه الدولة الفلسطينية الدولة لم تكن موجودة، لا دولة بالمعنى المجرد ولا مؤسسات دولة ولا حتى منظمة التحرير التي كانت تشبه في بيروقراطيتها الدولة كانت موجودة بحكم التصدي للواقع الاجتماعي الفلسطيني. على ماذا يعني التصدي على مستوى المجتمعات الفلسطينية، غياب المجتمع ووجود بيروقراطية اسمها بيروقراطية منظمة التحرير حتى عام 93. السؤال الذي يطرح ذاته على ماذا تم الانقلاب، بمعنى هو ليس انقلاب على الدولة بالتالي يمكن وصفها بالنيوليبرالية استسهال هذا المفهوم كما يأتي في الأدبيات، على ماذا تم الانقلاب باتجاه تحويلنا أو تحويل الفلسطيني من ذات اجتماعية إلى ذات اقتصادية صرفة أو هومو إيكونوميكس. أنا أعتقد بأن الإجابة تكمن في مفهوم يأتي من العلوم الاجتماعية أيضاً وهو مفهوم الاقتصاد الأخلاقي أو moral economy. ومفهوم الاقتصاد الأخلاقي هو مفهوم أصبح معمم وكثير، ولكن يمكن وصف ثلاثة عناصر أو ثلاثة أشكال من أشكال استخدام هذا المفهوم في الأدبيات السياسية والعلوم الاجتماعية. الاقتصاد المستوى الأول هو التعامل مع الاقتصاد الأخلاقي كحالة موجودة أو تاريخية محددة، وهو الاقتصاد يعني أو الادعاء بأن هذا النمط من الاقتصاد الذي يعلي القيم الاجتماع القيم الثقافية والأخلاقية في مجتمعات ما قبل الرأسمالية، ويعني بدون ذكر منظرين يعني كارلو بولياني مثلاً أحدهم اللي بيحكي عن مجتمعات ما قبل الرأسمالية. الاقتصاد الأخلاقي في مجتمعات الفلاحين هذا نموذج آخر على الاقتصاد الأخلاقي في حالة موجودة، ونرى أدبيات أخرى مرتبطة فيه تتعامل مع موضوع التبادل غير الرأسمالي، قيم العدالة فيما يخص العمل والأجر، وجود شيخ قبيلة أب
مسؤول يعيد توزيع الموارد، يعني القضية الأخلاقية المرتبطة مع عملية التبادل، مع عملية مع القيمة، مع إعادة التوزيع. هذا الافتراض بوجود هذا النمط من الاقتصاد النقيض للاقتصاد الأخلاقي، آسف، النقيض للاقتصاد النيوكلاسيكي. التصور الآخر عن الاقتصاد الأخلاقي ما ممكن تسميته بالاقتصاد الأخلاقي من منطلق معياري، أي إخضاع النشاط الاقتصادي من معيارية قيمية تتعلق بمفهوم العدل، المنطلق بالأساس من أن النشاط الاقتصادي أساسه المجتمع وليس التراكم اللامتناهي لرأس المال. وبالتالي هون يصبح الاقتصاد، يجب أن يكون الاقتصاد بعمليته الإنتاجية والعملية الاستهلاكية وعملية تحديد السعر وتحديد الأجر وإعادة التوزيع مرتبط مع قيم معيارية أخلاقية تقوم بالأساس الانطلاق من المجتمع وحاجاته وليس العكس، وليس الربح بحد ذاته. وهناك الادعاء الثالث المرتبط مع الاقتصاد الأخلاقي، الدعوة لاقتصاد أخلاقي عالمي من خلال ما يسمى الفير تريد. بالنسبة لي لا أهتم بالجزء الأول من النموذج، قد يكون هناك استفادة منه فيما يخص النموذج حالة الفلاحين الفلسطينيين، ولكن للأسف يعني تجربة المجتمعات الفلاحية الفلسطينية انهارت أمام ضربات المشروع الاستعماري. ولا يهمني في اللحظة هاي النظر إلى الاقتصاد الأخلاقي العالمي، وإنما ما يهمنا هو الاقتصاد الأخلاقي من منطق معياري، أي التعامل مع خصوصيات الحالة الفلسطينية ويعني البناء على النموذج الأخلاقي البلاغي في بعض اللحظات والممارس في لحظات أخرى، من أجل يعني تصور مختلف عن السائل. لأن الوقت بيلهمني راح أحكي عن نقطتين أساسيات. النقطة الأولى، يجب العودة إلى خطاب وممارسات منظمة التحرير في الشتات. أنا أعتقد بأن جملة الرئيس أبو مازن في أمام مؤتمر فتح قد تبدو لي أقرب كأنها قادمة من زمن جمعية معامل أبناء الشهداء أو جمعية صامد التي أسستها حركة فتح ومنظمة التحرير، الدعوة لعملية إنتاجية، ولكن الواقع هو مغاير لهذا الموضوع. أنا بعتقد بأنه أو يعني المنطلق الأساسي أو منطلق أساسي في النقد الاقتصاد من عيون أخلاقية أو محاولة إحكام أبعاد أخلاقية للممارسة الاقتصادية عند الأغلبية العظمى في المجتمع الفلسطيني التي لا ترى في الواقع الاقتصادي حالة نموذجية أو تريد أن تتجاوزها، تنطلق من الرؤية العالم ثالثية التي تبنتها فصائل منظمة التحرير، تأثير الفكر الماركسي، قد يكون الدعوات لعملية الصمود في الأراضي المحتلة، الممارسات الصغيرة في الأراضي المحتلة مثل يعني مقاومة عملية البلترة لمجتمعات الفلاحين في لحظة من اللحظات، محاولة تجاوز تغييب الوعي الوطني من خلال يعني دور الأحزاب السياسية، المبادرات الجماهيرية ولو محدودة الطابع مثل التعاونيات أو بقايا التعاونيات اللي كانت موجودة من فترة الأردن في الضفة الغربية ومصر في قطاع غزة. إذن نرى هنا موقع ناقد لحالة الاقتصاد مستند إلى جذور محلية الطابع. محلية الطابع، فمثلا بجزء كبير من المقابلات مع مجموعات الشباب في الأراضي يعني في الضفة الغربية وتحديدا طلبة الجامعات، ظهر مثلا الحديث عن مفهوم العونة باعتباره ممارسة كانت سائدة في مجتمعات تحديدا في المجتمعات الفلاحية. يعني ممكن البناء على هذا النموذج أو على الأقل على صدى التجربة السابقة. أيضا النموذج الفكري الذي جاء من المنظومة الأيديولوجية العالم ثالثية المناهضة للاستعمار والفكر الماركسي العالم ثالثي. لذلك نرى هنا أن إحدى أدوات الخروج من المأزق
هو العمل التعاوني أو التعاونيات، تحديداً التعاونيات الزراعية. باختصار سوف ألخص مجادلتي النهائية باختصار بعد توصيف هذه الحالة بالقول كالتالي: إذا ما رجعنا لمفهوم المأزق، وهو العنوان الذي يعني عنوان جلستنا اليوم، فنجد أن المأزق لغة في لسان العرب يأتي من الضيق، والمأزق هو مكان الحرب. في الحالة الفلسطينية نعرف بأننا موضوع للحرب في 100 عام الماضية، لنأخذ من رشيد الخالدي حرب 100 عام على الفلسطينيين، أو ما ممكن تسميته كما وصفت الدكتورة ليزا تراكي بالحرب الدائمة على الفلسطينيين. أما الضيق فيمكن فهمه من خلال شعورنا بأن الحالة أننا نصل إلى طريق مسدود. الضيق بالنسبة لي أقرب إلى توصيف استعارة، قد تكون استعارة القميص أو اللباس. أعتقد بأن الواقع الفلسطيني يكبر أكبر من حالة من وجود السلطة، من السلطة بحد ذاتها، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الواقع كما هو. المصيبة في عدم استمرار الواقع كما هو أنه قد يفضي إلى المجهول. نحن أمام صراع أساسي يقوم على الأرض باعتبارها مركز الصراع. قد يكون فرصة إعادة النظر بموقع الأرض على مستوى الممارسة الفعلية، الممارسة النضالية، هي أساس. الواقع الفلسطيني في الأراضي المحتلة اليوم يعني حالة فقر وبطالة، وبالتالي قد تكون المحاولات الإنتاجية في من خلال العمل التعاوني الزراعي فرصة لمقاومة الفقر وعمليات الإفقار. ولكن بالأهم بالنسبة لي هو ما أسميه مثلث الجماعة، المجتمع، المنتجين، المستهلكين. فإذا نظرنا إلى ثلاثية تنطلق من الجماعة باعتبارها الوحدة التي تنظر إلى أفراد متكافئين هناك تسكنها عملية تضامن، نحن نتوجه أو توجهنا بشكل كامل من رؤيتنا لذاتنا باعتبارنا جماعة، الجماعة الوطنية community، إلى مجتمع society ينقسم طبقياً، تبقى فيه البلاغة الوطنية حاضنة إلى حد ما مع وجود المؤسسة التي تسمى السلطة الفلسطينية اليوم، والتي لا أعتقد بإمكانية استمرارها، ليس لغياب الرغبة في ذلك نادية، وإنما لأن الظرف الدولي يبدو أنه يضغط باتجاه عملية تفكيك ليس فقط البنية السياسية الفلسطينية، وإنما مجمل المجتمع الفلسطيني. فنتحول من جماعة إلى مجتمع، ومن ثم هذا المجتمع يتحلل إلى مجموعة من المنتجين والمستهلكين، أو لا نريد أن نقول منتجين، مجموعة من التجار والمستهلكين، ما غياب لأي مشروع وطني. وهذا يعيدنا ما تحدث فيه أمير بأن التجزية الاجتماعية والمناطقية والجغرافية هي أصبحت سائدة وواضحة. إذن نحن أمام معضلة تفكك و يعني تشرذم كامل، ليس فقط للمشروع السياسي، وإنما لبنية المجتمع، وتحولنا إلى مجموعة من المستهلكين بالأساس يقودها مجموعة من التجار في غياب أي مشروع. حتى البعد البلاغي الذي يقدم اليوم في السياق الفلسطيني أو استمرار شكل المواجهة مع الحالة الاحتلالية، يبدو أن هناك دفع للفلسطينيين باتجاه تحويلنا إلى مجموعة من من الذوات الاقتصادية التي لا تسعى إلا لمصالحها الفردية. نحن نعتقد أو مؤشراتنا الأولية في معهد مواطن في دراستنا الحالية، مؤشراتنا الأولية تقول بأن التعاونيات قد تكون حيز للمقاومة من أجل بناء وعي جديد بالأساس لا يفصل ما ممكن تسميته بالواقع الاجتماعي السياسي عن
الاقتصاد باعتباره نشاطا اجتماعيا بالاساس. وشكرا جزيلا. فشكرا لعلاء على اساس انه انا رئيس الجلسه، فشكرا لعلاء على انه التزم بالوقت، مش كثير بس التزم نسبيا. وهلا مرة تانية مساء الخير للجميع، وبنفتح باب الأسئلة للجميع، وأنا بتلقى الأسئلة جزئياً من خلال القسم المكتوب عليه Q&A، وكمان بتلقى أسئلة من خلال قناة معهد مواطن على يوتيوب، ومن خلال مجموعة من وسائل التواصل. ف ناخذ ثواني وبعدين نبلش نسأل في الأسئلة. رنا، بعرفش رنا معنا، توجهنا. طيب بدي أبلش مع ياسمين. معناش وقت كثير، معنا أقل من نص ساعة من أجل الإنهاء. بدي أبلش مع ياسمين، في أسئلة إليك، ومن ثم السؤال إليك ياسمين الأول، إنه ماذا يميز هذه المرحلة، كونه إنه هناك مراحل أخرى مرت فيها الحالة الفلسطينية، حيث إنه الشعور العام بغياب التضامن أو المظاهر السلبية اللي أنت تحدثت عنها، فما يميز هذه المرحلة؟ فهذا السؤال لك، خليه ملاحظة عندك ياسمين، وبعدين ننتقل، يعني بدأ أعطي مجموعة من الأسئلة للجميع، ومن ثم بنأخذ راوند من الإجابة. أمير، في سؤال من مدر قسيس بيقول، متأسف السؤال الأول من الأستاذ علي نزال ياسمين، في سؤال من مدر قسيس بيتحدث عن إنه الهوية القومية، هل هناك علاقة بين نمو الهوية القومية ونمو الهويات القاتلة، وهل لكليهما علاقة بالتحولات في الاقتصاد العالمي في نصف القرن الأخير، النصف الثاني من القرن الأخير، القرن الماضي؟ نادية، يعني سؤال فردي، هل تعتقدي بأنه إذا وجه نفس الأسئلة لعامة الناس حول المشروع الوطني بيطلع معك إجابات قريبة من المطروحة على نخب حركة فتح؟ بعرف السؤال افتراضي، في حال أنه نخليه بلا نادية، نخلي سجل السؤال. بتحب أجاوب هلأ ولا كيف؟ لا بس دقائق، خلينا نسأل مجموعة من الأسئلة والكل وال في سؤال نادي، يعني كيف تعريفك او بشكل او باخر، انا بدي الخص السؤال، كانه يعني كيف تصنفين نخبه فتح؟ يعني في هناك ادعاء بانه فتح عباره عن اعضاء وقياده او موظفين، يعني وبالتالي يعني فكره وجود نخبه في فتح هذا يعني خاضع للسؤال، يعني شيء مفاهيمي ومنهجي لك. السؤال انه هل طرحوا الزملاء او الناس المتحاورين معي في البحث طرحوا تصورهم لشو معنى تغيير وظائف السلطه، يعني بمعنى ما هو الوظيفه اللي تقوم فيها السلطه الان وما هي التغيير المتوقع عليها؟ سؤال إلي بقول إنه تسميات من التحليل استخدام مصطلح الدولة وفي الحقيقة سلطة الحكم الذاتي، وبذلك يسهل تناول الموضوع، إنه هناك تشكيك في المصطلحات الموجهة إلي، فأنا استخدمت مفهوم الدولة، ويطلب مني النظر إلى إلها باعتبارها حكم ذاتي، وأنه هناك وأن قيادة السلطة هي مجموعة من الموظفين القائمين على الإدارة أو البيروقراطية. أنا بحاول أجاوب على هذا السؤال فيما بعد. سؤال عام ممكن للجميع يكون، وهو متى يصبح خيار حل السلطة الفلسطينية الخيار الوحيد أو الخيار ذات جدوى أو مطلب عقلاني يحتم السلطة الفلسطينية؟
سؤال أيضا لنادية. مش عارف إذا هو سؤال، ولكن إنه يعني هل هناك بكلمات ثانية، هل هناك يمكن قراءة منظمة التحرير ك يعني مجرد هيكل كرتوني غير موجود، وبالتالي يعني إعادة النظر في كل التصور اللي انبنى عليه البحث كأنه. في سؤال من محمود خليفة أو خليفة إلى أمير مكحول، أن نقاط القوة الفلسطينية التي ذكرت هي روافع في جميع الظروف، برأيك هل يمكن الاستفادة من هذه الروافع دون الانتقال مما فيه القيادة الفلسطينية إلى الديمقراطية بمعاييرها التنظيمية والبرامجية؟ هل يمكن التفرد والانفراد والديكتاتورية وتغييب المؤسسات وإدارة الظهر للناس يمكن من النهوض يعني في ظل هذه يعني دون ديمقراطية؟ هل يمكن الاستفادة من الفرص والروافع؟ هاي الأسئلة لكم. في كمان سؤال من خلال الفيسبوك، هل يمكن توسيع النقاش حول النموذج الأخلاقي الذي طرحته، وكيف تكون التعاونيات هي نموذج للنهوض من الزميل بلال سلامة؟ فهذا السؤال إلي أنا في الآخر بجاوب عليه. إذن هاي الجولة الأولى، إذا في أسئلة أخرى راح نتلقاها. هلا ننتقل للمتحدثين. ياسمين تقديرك دقيقتين للإجابة، هو سؤال واحد، ومن ثم ننتقل إلى الزملاء الآخرين، دقيقتين لكل سؤال على أكثر. هو فعليا سأل سؤال عن مراحل سابقة، أنا مش عارفة عن أي مراحل إحنا عم نتحدث، ولكن بشكل عام التتبع اللي أنا وصفته اللي هو تتبع تراكمي وطبقات متعددة، هو بشكل فعليا تتويج لتجريم الخيار العسكري، وبالمقابل هناك ممارسات استعمارية عمالها بتفرغ الفعل المقاوم العنفي الثوري لمحل هو محل غير مشبع سياسيا وغير مربوط حزبيا، وإنما مربوط مناطقيا وعائليا كعقاب على فقط انتماء مناطقي وعائلي. وهذا يعني هاي اللعبة عم تمشي في جزئية واحدة على فكرة استكمال حبس العنف الثوري وعدم ممارسته فلسطينيا، عدم السماح به فلسطينيا. أظن إنه هذا اللي بيختلف يعني. شكرا ياسمين. أمير، المايكروفون أمير. إيه على كل الأسئلة معا؟ يعني إذا مش أسئلة ما بدك تجاوب عليها بدك تدخلهم معا. لا ما أنا بالعكس. بالنسبة لسؤال الأستاذ مضر، أولاً باعتقادي طبعاً في علاقة يعني انهيار الاتحاد السوفيتي مثلاً والحروب اللي اندلعت في نظام القطب الواحد، العلاقة مع نشوء الهويات والهويات القاتلة بشكل كبير جداً، لكن انهيار العالم العربي والدول العربية واحتلال وظهور داعش وغيرها أيضاً أثرت في الهوية الفلسطينية. لكن هناك يعني رغم الانهيارات العالمية، رغم انهيار الحزب السياسي تقريبا في كثير مواقع بالعالم أو الأيديولوجيات والحركات السياسية والفصائل، كان في إمكانية للحفاظ على الهوية الوطنية، لكن الانهيار الداخلي هو الذي يدمرها أكثر، والتسليم أو عدم تدارك التحديات التي ذكرتها أنا باعتقادي مهمة، أثرت الانقسام وأثر الجدار أثرت على الهويات القاتلة وجعلتها أساسية، خاصة في ضيق الفعل، ضيق الأفق الفلسطيني. ضيق الأفق الفلسطيني هو قاتل أكثر من الهويات، لأنه إذا اتسع قد أو الناس شعرت بقيمتها ممكن يتغير الوضع في مفهوم الهوية، وهي ليست قضية ثابتة. بما يخص التسليم السلطة أو حل السلطة، أنا باعتقادي حل السلطة غير وارد في المرحلة الراهنة، إلا إذا احتلال إسرائيلي، إعادة احتلال، وهي الغير معنية، أو
قوة دولية يعني اللي معنية في إنهاء دور السلطة في عدم تمويلها وغيرها، لكن السلطة هي أقوى من مكوناتها ومن مركباتها، وهي كل مفهوم يعني تسليم المفاتيح هو مفهوم استعاري، ليس هناك من يستلم المفاتيح إذا سلمها القادة، وفقط إمكانهم أن يستقيلوا يعني، لكن لا يستطيعوا أن يتحكموا بالسلطة. السلطة أصبحت كيان أشبه للدولة وهي مستقلة عن مؤسسيها. بالنسبة لسؤال الأخ خليفة الأخير، هو القيادة بدون ديمقراطية تخاف من الشعب وتخاف من قوى التغيير وتخاف من روافع التغيير. القيادة المعنية في التغيير، لكن مواقع روافع التغيير تستطيع أن تفرض نفسها، وهذا القوة الموجودة اليوم سواء في أدوات التواصل الاجتماعي بتوفرها أو في المبادرات والحركات الشبابية وغير الشبابية والطلابية والنسوية وغيرها، اللي تستطيع أن تفرض نفسها سواء رغبت السلطة أو لا. لكن على مستوى القيادي أعتقد أنه هناك في نوع من الخوف أو التخوف أو الرهبة من هذه النسائم التي ممكن أن تؤدي إلى التغيير، وهذه الدوافع هي ملك الشعب وليست ملك السلطة، وبإمكانها أن تفرض نفسها لكن لا تتوقع أن تفتح الأبواب على مصراعيها لاستقبالها، فقط في مدى فرض حالة كأمر واقع لا يمكن تجاهله سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الهوية، والقضايا الاجتماعية طبعا حارقة في هذا المستوى. شكرا جزيلا أمير. نادية كمان كمان إلى اقتضاب، لأنه في أكثر من سؤال لك. لأنه أنا عملت اقتضاب بالعرض فخلوني أحكي بالشرح هلأ، بنفع؟ أوكي تفضلي، بس يعني لأنه أنا بدي أستغل موقعي في رئاسة الجلسة، عشان كان أنا بدي أحكي على الأرض. ماشي، بس خلونا شوي بكم تقمعونا برا تقمعونا جوا شوي شوي، يعني نعطينا وقت بالشرح أطول بتعطونا وقت برا أطول. تفضلي. طيب أول إشي حبدأ مع الأخت لما. طبعاً موضوع سؤالك كتير مهم جداً، أنه نطرح على الشعب يعني سؤال الشعب عارف هو وين راضي. الشعب هلأ كل همه لقمة عيشه، للأسف إحنا علمونا بالسياسي أنه بحاولوا يمسكونا بنص العصاي، الشعب بيمسك هيك بنص العصاي ما بخليه لا ينهار ولا يعني يطلع، لا يصير وضعه الاقتصادي عالي ولا ينهار بالمرة. بس أنا شايف إنه هاي النظرية لا مش صح، لأنه الشعب الفلسطيني عم وصل لمرحلة بس بد يعني الإشي اللي عم بحرك الشعب الفلسطيني يعمل إضراب، يعمل أبصر إيش، بس لقمة عيشه، بده رواتب، بده كذا، بده حل، بدور على مشروع وطني. الشعب الفلسطيني بصراحة ضايع. إذا النخب مش يعني متفقة على تعريف واضح للمشروع الوطني، إذا مش متفقين على الحلول، إذا كل المحيط اللي حوالينا كله هيك مكلكع شوي وفيش إشي واضح، عندك صفقة قرن وتطبيع وأشياء كتير، يعني للأسف إحنا يعني منمر في مشروعنا الوطني أو في قضيتنا الفلسطينية، لا خليني أحكي هيك في أدنى مستوياتها، بس هذا ما بيعني إنه راح نضلنا منحدرين إلا ما يكون للشعب كلمته. وعشان هيك أنا بركز على إنه تغييرات، ولا مرة ننتظر أي تغيير من أعلى، لازم ننتظر التغيير من أسفل، شويتين بنضغط على الشعب شويتين حينفجر. فهذا هل ستسمح فيه إسرائيل؟ أنا ما بتصور. هل ستحل السلطة إسرائيل أو تؤدي إلى انهيارها؟ مش هتسمح، لأنه هي مستفيدة على فكرة من وجود السلطة. ليش لم يتم فك السلطة؟ ما هو من أول يعني حسب ما مقابلاتي مع أحد أعضاء النخبة حكالي، إحنا من أول من 2004 كنا عارفين إنه خلص مشروع القائمة حل الدولتين انتهى، على أساس هو بالأساس يعني كان بيشوف الحل إنه من يعني مش بحل السلطة، لا من نغير أدوات أو وظائفها. وهذا بيتبعني للسؤال اللي بعده، إنه تغيير وظائفها شو بصراحة. جاوبوني جاوبوني على هذا السؤال، وفي عندي كلام كتير، وبصراحة لسه أنا حطيت كلام كتير بالبيبر اللي عملتها، بس ما كان في مجال عشان بتعرفوا هذا مؤتمر، وما كان في مجال أعرض كل
العرض اللي أنا محضرته، بس جاوبوني. هم بيفكروا حالياً السلطة عندها خيارات، واحد من الخيارات اللي يعني اللي كتير مركزين فيها عشان البقاء الوضع، يعني هم لما بيحكوا بقاء الوضع يعني كأنه إحنا مستنيين لحظة تغيير، وكأنه شوي إحنا مستنيين شو بده يصير في انتخابات الأمريكية، على أمل يجي بايدن، على أمل إنه شوي متأملين يصير شوية تغيير، على يعني شوي يضغطوا على إسرائيل، متأملين شوية يجي تغيير على أساس موضوع التوجه نحو القانون الدولي. يعني هو يعني هاي ورقة كبيرة بيلعبوا فيها. كمان انطرح لي فكرة أنا استغربت لها يعني بصراحة، إنه المواجهة بس للأسف موضوع المواجهة ما حددوا لي إياها. يعني مواجهة شو؟ نمسك حجر زي ما كنا، مواجهة نمسك سلاحنا ونطلع عليهم، ولا نعمل بومب ونعمل نروح نفجر في شو مواجهة؟ بصراحة ما كان هناك اتفاق واضح مضمون مواجهة. حسب أحد أفراد النخبة بحكي لي إنه أوكي نعمل مواجهة، مجرد مثلا منعزز صمود الموظف، منربطه أو مندعم صمود الموظف، هاي مواجهة. أنت هلأ دكتورة بجامعة، هاي مواجهة، نعزز الصمود، تعزيز الصمود على الأرض، الرباط على الأرض، هاي مواجهة عشان نحكي لإسرائيل إحنا هون عملتوا ضم، عملتوا استيطان، عملتوا شو ما بدكم، هاي أرضنا، هاي إلنا، مش ممكن نتخلى عن مكتسباتنا، مش ممكن ولا مرة إنه إشي ندفع فيه دم شهداء وندفع فيه كتير نتخلى عنه بسهولة ونسلم لهم إياها على طبق من فضة ونحكي لهم خدوا استلموا حل السلطة. مش ناجح يعني إلابري يعني وضحي وبتضع مرة أخرى. الجولة الثانية من الأسئلة. أوكي. يعني بالنسبة لسؤال محمود خليفة، على ضوء التحديات هل ممكن تغيير وظائف السلطة؟ نعم، هم تحدثوا عن تغيير وظائف السلطة. طبعا هم كانوا رافضين أنه تستمر، يعني هاي انحكت بصراحة على أكثر من مرة، مثلا الدكتور صابر رقاد حكاها بشكل واضح أنه إحنا مش مستعد نكون بس منلم نفايات وندفع رواتب. إحنا وجدنا المرحلة السلطة هي مرحلة يعني أساسها نشأة السلطة عشان كانت لها وظيفتها انتقالية للوصول بالدولة. فإحنا بالأساس لتغيير وظائفها، هناك حديث عن إنه الوظائف اللي مش هتبقى فقط على دفع الرواتب، هناك يعني توجه عام لدى النخبة السياسية يعني بحكاية الوحدة، من نشوف يعني الطرق المقاومة من خلال أي يعني طريقة تغيير الوظائف. نعم هناك تغيير للوظائف، سيتم تغيير للوظائف بالتأكيد، لكن كيف ومتى وهل سيتم نقاش هذا، لم يعني يتم الإجابة على هذا السؤال. ما بعرف يعني أنا حاولت أجمل الأسئلة بس ما بعرف إذا يعني متى يصبح خيار السلطة حل، يعني خيار هو الوحيد. هو أنا بصراحة هذا الجواب اللي طرحته على النخبة، يعني هل حتى في حال موت أبو مازن أنا طرحت هذا السؤال، طب ممكن تفكروا في حل السلطة، طب ممكن لو صار لو أي تغييرات، لو صارت وحدة أو ما صارت وحدة، طب لو أنت الوضع حيستمر الموضوع، خيار حل السلطة لو ما بقى الحل الوحيد ما في ما مش حيروحوا له، ما حيروحوا له بصراحة، هيك كانت الإجابة، ولا مرة حيحل السلطة. هل ممكن ينفرض علينا انهيار للسلطة؟ ممكن، بس هل من مصلحة إسرائيل تؤدي إلى انهيار السلطة بالوقت الحالي؟ وأنا أقول بالوقت الحالي ما في أي يعني توجه من أفراد يعني من إسرائيل، خليني أحكي، أنه لانهيار السلطة. من مصلحتها تبقى as a housekeeper، يعني لحد هلأ هي بدها housekeeper، احتلال مجاني خلينا نسميها هيك، أنه ما بيكلفها، بالعكس هي مستفيدة، فليش تحل إشي هي مستفيدة منه؟ هي تريد أو تسعى، على رأي أحد أفراد النخبة يعني حكالي طب شو الإشي جديد بقرار الضم، أنا مش فاهم يعني. طب ما هو عندنا كان عدة قرارات أسوأ من قرار الضم، أصلاً الاستيطان ما هو خرب الجدار، خرب الاستيطان، خرب. طب أبو العلاء بالألفين وأربعة هدد بخيار حل الدولة الواحدة لما إعادوا احتلال المدن
مش عم بيؤدي لحل السلطة بصراحة. إسرائيل كل هدفها فرض حقائق على أرض الواقع، تكسر السلطة إلى يعني تخليها تخسر مشروعها وتصير خلص هي مجرد هاوسكي. هل سيلجأوا له؟ لا، ولا مرة حيلجأوا له. حتى في الاجتماع الأمناء العامين كانوا واضحين، حتى أنا بحكي أمناء عامين يعني لكل الفصائل، كان هناك إجماع على أنه مشروعنا الوطني هو على حل الدولتين. ما حدش حكى إشي غير يعني بس الاختلاف حكاية المواجهة، طبيعة المواجهة، وكان الاختلاف بالنسبة لهم لحكاية أنه كيف بدنا نعمل يعني كيفية المواجهة، يعني تراوحت من بين عسكري لما بين مواجهة أنه خليك مكانك وتلقى راتب. يعني بصراحة اختلفوا عن تحديد المواجهة، أما ولا حدا بيحكي بحل السلطة ولن يلجأ يتم اللجوء لحل السلطة. فأنا هيك بتهيأ لي أنهيت. شكرا جزيلا نادية. العفو. يعني احنا معنا دقائق قليلة، انا في عندي وجه لي سؤالين، ثلاث اسئلة. السؤال الاول مرتبط باستخدامي لمفهوم الدولة. يعني انا بفكر انه منهجيا واحدة من صعوبة ومقتنع بمجادلة بعض علماء الاجتماع اللي بيقولوا واحدة من صعوبة دراسة الدولة هي غيابها لأنها مش موجودة. احنا بندرس البيروقراطية تاريخيا في حالة منظمة التحرير كان هناك بيروقراطية كاملة أشبه ببيروقراطية الدولة. السلطة الفلسطينية ما اختلفت، بمعنى السلطة الفلسطينية بنت على البيروقراطية اللي كانت موجودة في الإدارة المدنية ووسعتها، وهي بيروقراطية مسيطرة على مفاصل الحياة، وبالتالي ممكن التفكير فيها منهجيا باعتبارها مؤسسة الدولة. فوصفها بالحكم الذاتي هو وصف يعني وصف جزء من وصفنا للصراع السياسي، ولكن الدولة هم كأداة مجردة ممكن التعامل معها منهجيا بغض النظر عن مواقفنا الأخلاقية السياسية من دورها ووظيفتها ووجودها ولحظة تأسيسها. فعشان هيك عادي استخدام مفهوم الدولة بالنسبة لي، بشوف في مشكلة. في عندي سؤالين، واحد موجه من أحمد حنيتي وواحد اثنين من أحمد حنيتي وسؤال من الأستاذ بلال، الزميل بلال سلامة. بالنسبة للأسئلة أحمد بقول ألم تتحول التعاونيات إلى شبه منظمات أهلية؟ نعم أحمد، يعني بالتأكيد في يعني في نوعين ثلاث أنواع من التعاونيات. في جزء منها هي اللي استفادت أو تعاملت مع حل باعتبارها شيء بيشبه المنظمات الأهلية، تستفيد من الدعم الدولي. وعلى فكرة تشكيل جهاز رقابي عند السلطة الفلسطينية على التعاونيات ومؤسستها ضمن شيء اسمه الهيئة العمل التعاوني هو بالأساس مرتبط مع الصراع على التمويل ومحاولة ضبط التمويل وضبط، وهذا يعني لا يخفوه الأصدقاء اللي بيشتغلوا في الهيئة. فطبعا هي تحولت. السؤال إنه كيف نحول نعيد الاعتبار، ومش كيف نحول، كيف نعيد الاعتبار للتعاونيات الإنتاجية وتحديدا الإنتاجية الزراعية باعتبارها أداة لنشر وعي، وباعتبارها أداة لمواجهة الإفقار، باعتبارها أداة لحماية الأرض. يعني هون بصير في مش بس الاعتماد على البنى اللي قائمة حاليا، وإنما تثوير هاي البنى لجعلها قادرة على أنها يعني تكون جزء من عملية المواجهة، جزء من المشروع السياسي. ف يعني أكيد هي جزء من التحول. ولكن على فكرة أحمد يعني وللجميع الحديث يعني وجود نماذج جديدة عمالها بتتبلور في الأراضي المحتلة، وفي كم من المقابلات مع هاي النماذج اللي بتحكي عن يعني بقدر أقول حتى مش بس عن رؤية تقليدية، ممكن في حالة مثالية لتخيل دور التعاونية، ولأنه في تركيز بشكل كامل على فكرة الليبر فيها. يعني حتى أنماط العمل هو الأساس للتعاون،
وليس مثلا التعاونيات الاستهلاكية أو التعاونيات الإسكانية أو التعاونيات أو أشكال أخرى من التعاونيات اللي هي جزء منها بتلعب مع الخطاب الليبرالي للمجموعات والهويات. السؤال الثاني من أحمد كمان، التعاوني يعني مأسسة لدعم الفئات كمتطلب التمويل لدعم الفئات الشعبية ومحاولة ضبطها. بعتقد أنه في صحة في الموضوع، وهذا من الداعمين الدوليين أو من المؤسسات الدولية. في الحقيقة بأنه أنا لا أرى استمرارية لهي عملية الدعم الدولي، ولا أرى أنه الموضوع له علاقة بالضبط. يعني هناك نماذج من التعاونيات اللي مبنية على التمويل الذاتي، وهذا اللي بيتم عملية تشجيعه. يعني ما التفكير في عمل في تعاونيات زراعية، وهذا بيقوم عمال اليوم في حالات صغيرة بس يعني عمالها بتحاول تنجح، من أنها تعتمد على التمويل الذاتي. يعني جزء من فكرة العمل التعاوني هو محاولة تجاوز الاقتصاد السياسي الربحي والاقتصاد السياسي المعتمد على الدعم الدولي أو الأموال المانحين. سؤال من الزميل بلال، أنا بدي أنهي، بس سؤال من الزميل بلال حول الاقتصاد الأخلاقي. ما أحاول القول هنا يا بلال بأنه لا يمكن النظر إلى الانقلابة السياساتية في شكل الاقتصاد إلا من خلال الانقلابة على منظومة القيم المرتبطة في إدراك الناس لمعنى الاقتصاد باعتبار الاقتصاد هو يعني يجب أن يكون في خدمة المجتمع. المفهوم الاقتصادي الأخلاقي، أنا زي ما ذكرت بأن هناك جملة من النماذج اللي يتم استخدام فيها المفهوم، يعني في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا أصبح مفهوم شائع، وفي دراسات التاريخ والعلوم السياسية. أنا حكيت عن نموذجين ممكن الاستناد لهم أو البناء عليهم. أولاً إدراك الأغلبية العظمى من مجتمعنا ولو حتى بوعيها البسيط لأن هناك إجحاف في وهناك ظلم وعمليات إفقار في شكل المنظومة الاقتصادية السائدة اليوم في الأراضي المحتلة، وبالتالي يجب تغييرها. إذن يمكن البناء على هذا، وهذا موقف أخلاقي بمعنى أنه غير التعامل مع الاقتصاد على اعتباره يعني موضوع تقني وأنه إحنا فقط مستهلكين نبحث عن مصالحنا. هناك في ظلم وهناك شعور بهذا الظلم. المستوى الثاني هو مستوى الممارسات اللي كانت سائدة في الأراضي المحتلة، سواء من اقتصاد الكفاف اللي هو الاقتصاد اللي يعتمد على توفير حاجات العائلة، وإعادة الاقتصاد إلى فكرة الهاوسهولد يعني البيت باعتباره تنظيم النشاط الإنتاجي والاستهلاكي كمان في المنزل، ولهذا يعني في حوار حوله على نماذج المجتمعات ما قبل الرأسمالية أو غير الرأسمالية أو يعني على هامش الرأسمالية، اللي أنا بعتقد أنه اليوم صراحة غير موجودة هاي النمط من المجتمعات بحكم أنه تعميم نمط الإنتاج الرأسمالي كونياً. يعني عامل الصيرورة هاي من نهاية القرن 19 العمليات الاستعمارية لليوم، فعلى رأي ماركس معشعش الرأسمالي والنموذج البرجوازي في كل محل في هذا العالم، ولكن في هامش للحديث عن منظومة اقتصادية تقوم على مفهوم العدالة، سواء عدالة في القيمة، عدالة في السعر، عدالة في الأجر، والأهم أن الإدراك لموقعنا كمنتجين ومستهلكين باعتبارنا فلسطينيين، أي العودة لخطاب يعني استخدام هذا كابيتالايزنج على المشروع الوطني التقليدي اللي التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار إلى حيز الاجتماعي أو عدم التعامل معه باعتباره يعني علم تقني
وإنما هو مشروط في الواقع الاجتماعي وحاجات المجتمع. أتأمل إنه هذا إيجابي، يعني لما بتطلع دراستنا من معهد مواطن بيكون فيها نقاش كامل لمفهوم الاقتصاد الأخلاقي. بتخيل إنه إحنا أنهينا، إذا في أي ملاحظة هيك عابرة من الجميع، من كل متحدث بنعطي يعني دقيقة للإنهاء أو نص دقيقة، نص دقيقة للإنهاء. ممكن أبدأ أنا، بس بدي أحكي بخصوص لأنه في أسئلة يبدو أني مش كاني شايفتها بنص دقيقة هيك. النخبة كلهم بيحكوا لي أنه النخبة، وين النخبة؟ هو فينا أنه نخبة. أنا بدراستي ما أخدي أبروتش النخبة الأكثر تأثيراً على صنع القرار السياسي، أنا مش بهمنيش. فالأكثر تأثيراً على صنع القرار السياسي بحركة فتح هي اللجنة المركزية، وهذه هي كانت عينتي. بس يعني شكرا نادية. يعني في أسئلة أخرى بس ما فيش مجال تشوف. أمير، فقط قضية واحدة وهي أنه بدون حريات سياسية صعب إيجاد أي مخرج في الوضع الحالي، لأن كل القوى اللي ممكن تكون قوى تغيير معطلة إلا إذا أخذت زمام مبادرة وانطلقت على مستوى الضفة أو مستوى غزة وعلى مستوى الشعب الفلسطيني ككل. ويجب أن نبدأ تفكيرنا من الآن وصاعدا كشعب وليس فقط كمجموعات كلهم في مكانه. ياسمين، شكرا على المداخلات جميعها، كانت مداخلات قيمة. بس بتخيل إنه مهم كمان فكرة عدم الملل من تكرار المقولات الفكرية التي تفكك الحالة السياسية والاقتصادية فلسطينياً والاجتماعية والثقافية والهوياتية. فبتخيل إنه عملية التكرار نفسها بتحمل بعد مهم في الانتقال لمرحلة منيحة من تفكيك الاستعمار، يعني وإنهائه بالأحرى، مش تفكيكه، إنهائه. وشكراً. طيب أنا يعني بنهي الجلسة هون بشكر معهد مواطن للدراسة الديمقراطية بجامعة دير زيت ومؤسسة الدراسات الفلسطينية على المؤتمر القيم ويعني خلق هذا الحيز للنقاش. أنا بعتقد بأن الجميع بحاول يطرح أفكار، وهذا يعني مؤشر على صح، يعني حالة صحية، لأنه إحنا مدركين لأنه هناك أزمة، وبالتالي يعني إدراكنا لهاي الأزمة عماله يخلينا بالضرورة نبحث عن حلول ونحاول أن نجند الطاقات باتجاه تغيير العالم أو الحالة الفلسطينية أو تغيير الواقع إلى واقع أفضل. فشكرا للجميع وتصبحوا على خير، وبننتظر الجلسة الثانية هلأ بتبلش. رنا، إحنا أخذنا دقيقة من الجلسة الثانية. شكرا كثير على، وشكرا لجميع المتحدثين.